السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's my pleasure to be with you this Ramadan evening. And hopefully we are going to get benefit from this to share my thought and ideas about desertification and climate change and its impact on food security in Sudan. So I'm Dr. Mohamed Saleh Dafalla. I'm soil expert in Department of Soil and Environmental Studies in University of Khartoum, Faculty of Agriculture. As reviewed by the facilitator that I will present within 15 minutes, the issue related to the impact of desertification, climate change, on food security in Sudan. The layout of the presentation will include the following: introduction and some highlight about the desertification status in Sudan and Sudan food security and desertification and food security and impact of desertification and climate change on Sudanese food security. And finally, we come to a sort of conclusion and forward activities, hopefully. As an introduction, desertification is defined according to United Nations Convention on Combating Desertification 1994 as basically as a land degradation in a very specific areas, namely arid, semi-arid, and dry subhumid area, resulting from various factors, including climate variation and human activities. And from this definition, it is very clear that there's a sort of relationship between climate change, desertification, and all of them, they have a very great impact on human. Land itself, it is a terrestrial bioproductive system, consists of soil, vegetation, biota, ecological, and hydrological process. And land degradation itself is any sort of Do you hear me well? Okay, of course I can speak in Arabic, but they told me I have to prepare the presentation in English, so I will try to translate it to Arabic during the talk. التصحر بشكل رئيسي هو مشكلة مرتبطة بتدهور الأراضي في مناطق جغرافية محددة. هي المناطق بشكل عام بتعرف بين المناطق الجافة، سواء كانت مناطق جافة أو شبه جافة، أو مناطق جافة شبه رطبة، وبيكون بشكل أساسي لعوامل متعددة ابتداء من التغيرات المناخية و الأنشطة البشرية، وده التعريف المعتمد اعتمادا على الاتفاقية الإطارية للتصحر. دائما في التعريف، لأنه مهم جدا، طالما هو تدهور بتاع أراضي إذا محتاجين لتعريف لمفهوم الأرض نفسها، إنها هي أنا ما أعرف، هل نتكلم بالعربي ولا بالإنجليزي؟ يعني في مشكلة في الشيرين، في مشكلة في الشيرين، أو في مشكلة في المنظم بتاع المحاضرة، هل بالعربي ولا بالإنجليزي؟ وهل في مشكلة معينة في خلاص أوكي. طيب، زي ما قلنا، التعريف بتاع الأرض مهم جدا، لأن هي نتاج بيولوجي لمكونات ثلاث مكونات أساسية، اللي هي التربة والغطاء النباتي وكل الكائنات الحية، بالإضافة إلى النظم الإيكولوجية والنظم الهيدرولوجية اللي هي بتعمل كلها على بعض على تعديل والتحكم في هذا النظام. بشكل أساسي برضو التدهور من المهم إنه تعريفه إنه هو يعني أي
اي تدهور ناتج من الانشطه البشريه، يعني هيومن كوست، يعني اللي هي بتؤدي في النهايه الى التقليل او تقليل او فقد القدره بتاعت الارض من ناحيه بتاعت التنوع الحيوي، من ناحيه بتاعت وظائف ايكولوجيه. وبالتالي يعني مفهوم بتاع التصهر يمكن الناس يعني كنتائج بتاع التعريف حصل له تطور كثير جدا، وابتداء كان يمكن المفهوم بتاع كلمة تصحر بتوجه الناس على طول على مزالة بتاعت نشوء ظروف مشابهة للصحراء. لكن التعريف المعتمد للتصحر هو أي نقص في الإنتاجية، يعني عشان كده ما فقط يعني تحول مثلا منطقة من منطقة غير صحراوية إلى صحراء، ده هو معروف، ده مفهوم التصحر. إنما مفهوم التصحر هو مفهوم ماشي في اتجاه إنه أي نقص في الإنتاجية، أي تدهور فيها، أي تشوه للتنوع الحيوي، ده بيعتبر يعني شكل من أشكال شنو التصحر. لكن طبعا بالضرورة يمكن يكون التصحر كمفهوم مرتبط بمناطق جغرافية، يعني ما مثلا من نيجي أتكلم بتكلم عن مناطق جافة. يعني التدهور مثلا في أوروبا ما لا يعرف بأنه تدهور، إنما يعرف أنه تدهور في أراضي. إنما إذا حصل تدهور في مناطق جافة على طول بيبدأ التعريف بيمشي في اتجاه إنه يكون إلى التصحر. طيب التصحر عادة بيحصل له تغيير بأربع مؤشرات أساسية، اللي هي الحالة الستيتس، أو وبعد ذاك المعدل بتاع التغير نفسه في التدهور، بالإضافة إلى المخاطر الموروثه او المخاطر الكامنه في السيستم. في النهايه بعد ذاك كل الاربع مكونات ديل اللي هي الحاله والمعدل والخطوره المحتمله كلها بتؤدي الى انك في النهايه بتدي هازرد او شنو انذار بالحاله بتاعه التصحر لمنطقه معينه. طيب يمكن من المفاهيم الجديدة المهمة جدا اللي هي الاتفاقية الإطارية لمكافحة التصحر بدأت تتكلم عنها، المفاهيم بتاعت اللاند جراديشن نيوتراليتي أو تحييد تدهور الأراضي. وده كمفهوم حصل له تطوير على أساس إنه الهدف منه إيقاف واسترجاع الأراضي شنو المتدهورة. يمكن يكون المفهوم هو بشكل أساسي بيمشي في إنه لو حصل تدهور أنت مفترض تعمل عمل يوازي كمية التدهور اللي هي حاصلة، فبالتالي بيبقى زي عملية بتاعت إنك بتعمل عملية بتاعتكم، يعني عملية بتاعت تعويض للتدهور في منطقة. ممكن لو قدرت في منطقة أخرى عملت ما يقابله من ريكفري أو من فقد، أنت عملية بتاعت معايرة للتدهور. وده مفهوم جديد يمكن يكون فيه ميزات، انه مثلا لو حصل تدهور مثلا نقول في القضارف، ممكن انا لو قدرت اعمل معادل له في منطقه اخرى مثلا في شمال كردفان، هنا بيكون بصوره عامه عملت عمليه بتاعه تعويض للتدهور، بالهدف انك في النهايه برضك في النهايه انك توقف التدهور الحاصل في منطقه معينه واستعاده هذا النظام. طيب يمكن يكون المفاهيم بتاع تحييد تدهور الأراضي بدأت تقترح ثلاثة مؤشرات أساسية لتقييم عملية تدهور الأراضي، اللي هي إنك بتتكلم عن اللاند برودكتيفيتي، إنتاجية الأرض، يعني ماذا يحدث في من ناحية بتاعت إنتاجية، هل حاصل تدهور ما حاصل تدهور. بعد ذاك برضو الغطاء الأرضي اللي هي العملية المرتبطة به، الغطاء الأرضي دايما الناس بيتكلموا عن بشكل أساسي عن القطاع النباتي، يعني ماذا يحدث في عملية القطاع النباتي، هل حاصل لتدهور أو لا. المهم جدا اللي هو المفهوم بتاع السويل أورجانيك كاربون، أو ما كمية المحتوى التربة من المادة العضوية، ويمكن ده يكون عنده علاقة بشكل مباشر بالمسألة بتاعة التغير المناخي، لأنه مفهوم إنه واحدة من أسباب التغير المناخي هو زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف. فبالتالي ده بيمشي في اتجاه انه الناس بيحاولوا دايما يربطوا بين الاتفاقيات الثلاثه، اللي هي اتفاقيه بتاعت التنوع الحيوي، اتفاقيه بتاعت التغير المناخي، اتفاقيه بتاعت مكافحه التصحر.
طيب الشكل التقليدي بتاع التصحر زمان، التعريف بتاعته انه مثلا اذا بتكلم عن عمليات بتاع التدهور بتاع اراضي، هي بتحتوي على العمليات التاليه، اللي هي تدهور في القطاع النباتي، التعريه بتاعت التعريه او الانجراف بتاع التربه الناتج من المياه والهواء، وبرضو العمليه بتاعت الفقد بتاع العناصر الغذائيه الموجوده في التربه والماده العضويه، و برضو عمليات التصلب بتحت التربة، ويمكن دي في السودان قاعدة معروفة من المشاكل المعروفة في منطقة الجضارف. برضو التلوث بالمواد السامة، ودي ممكن تكون بتحصل نتيجة للاستخدام المفرط مثلا للأسمدة، المبيدات. برضو ممكن يكون في بعض المناطق، في المناطق مثلا ممكن يحصل تدخلات صناعية، أو مثلا برضه العمليات بتاعة العمليات بتاعة المايننج، أو عمليات التعدين، خاصة إذا مثلا التعدين بشكل أساسي، مثلا التعدين الأهلي ممكن يكون فيه مشاكل بتاع إنه يؤدي إلى تراكم مواد سامة مثلا زئبق، سيانايد، غير. بعد ذاك برضو العملية بتاعت تراكم الأملاح، وممكن دي عملية بتحصل دايما في الأراضي ناتجة مما يعرف بعملية التملح الثانوي، لاستخدام مياه مثلا ذات جودة مثلا سيئة، فبالتالي بتؤدي إلى تراكم الأملاح. طيب يمكن يكون من المهم، احنا طالما بنتكلم عن السودان هو بلد ساحلي، يعني بالمناسبة المناخ بتاعه مناخ بيعتبر مناخ غاري، لأنه ما فوقه أجسام مائية كبيرة عشان تأثر على المناخ بتاعته، فبالتالي هو بيتأثر بشكل أساسي بالحركة بتاعت الرياح الشمالية الشرقية والرياح الجنوبية الغربية، اللي هي جاية من المحيطات، المحيط الهندي أو المحيط الأطلنطي، مع بعض برضو التأثيرات من البحر الأبيض المتوسط. يمكن يكون حاليا في بعض الآراء الناتجة من انه مثلا وجود بعض البحيرات الصناعية الناتجة من السدود، اللي هي مثلا زي يعني بحيرة النوبة، او البحيرة بتاعت برضو البحيرة بتاعت سد مروي، ممكن يكون بدأت تؤدي لبعض يعني بعض الآراء بتقول إنه بدأت تؤثر في بعض الحياة المناخية، لكن يمكن ده يكون لسه يعني محتاج إلى شغل تأكيدي أكتر. طيب يمكن يكون السودان يعني أكورد لأغلب الإحصاءات إنه 65% من الأرض بتاعته هي متأثرة بالتصحر. يمكن يكون آخر خطة وطنية ناشونال اكشن بلان كانت سنة 2006، ودي يمكن اتحضرت يعني كموافقة للالتزامات الدولية للاتفاقية الإطارية لمكافحة التصحر، ويمكن يكون واحدة من الحاجات المهمة في أثناء التحضير، لأنه كان مهم جدا إنه يعني الناس دائما ياخذوا معاهم في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاجتماعية أو الاقتصادية، السوشيال ايكونوميك يعني درايفر، المؤثرات للتصحر أثناء عملية التخطيط وأثناء عملية الدراسة لوضع الخطط الوطنية. طيب يمكن برضه واحدة من الأشياء اللي كانت جيدة في أثناء تحضير الناب، اللي هي الناشونال أكشن بلان، اللي هي إنه الناس إنه الولايات المتأثرة تكون الولايات المتأثرة تكون مسؤولة عن مسألة المراقبة والمتابعة للأنشطة، وتحديد التحديد الأولويات بتاعتها اعتمادا على ظروفها هي نفسها، ودي مسألة مهمة جدا. يمكن الناس حاليا بيتكلموا كثير عن المسألة بتاعة المشاركة المجتمعية أو التخطيط من أسفل إلى أعلى، يعني التخطيط دايما لما يكون فوقه مشاركة أو فوقه مشاورة للمجتمع بيكون مفيد جدا. مسألة إنه في
وضع خطط قابلة للتنفيذ وفي مشاركة مجتمعية كبيرة بالنسبة ليها. طيب الأغلب الأكوردي أو اعتمادا على الدراسات والتقارير الوطنية بتاعة التغير المناخي في السودان، يعني التغير المناخي أو التغيرات المناخية، إنه السودان بيتميز بإنه الظواهر بتاعة التغير المناخي مرتبطة بظهور حالات متطرفة للمناخ أو متطرفة للطقس، ويمكن دي الناس بيتكلموا عنها كتير في المزال بتاعة ظهور مثلا حالات بتاعت فيضانات كثيرة. يمكن يكون في الفترة الأخيرة الناس كان يعني كل يعني البلد شهدت حالات بتاعت فيضانات، ودي ممكن دي بتعتبر يعني زي التطرف. برضو بتظهر في مزايا بتاعت إنه الأمطار، معدل الأمطار حاصل له تباين من ناحية بتاعت اللي هي الكميات بتاعت الأمطار نفسها، توزيعها وبداية ونهاية مثلا الموسم بتاعت الأمطار. ودي كلها يعني الناس بدو يمكن يكونوا يشاهدوها في مناطق كثيرة في السودان. الناس بيجوا يعني في الأوقات اللي ما بتوقعوا فيها مثلا أمطار تظهر أمطار، أو في الأوقات المتوقعين فيها أمطار تكون بسيطة. طبعا المزالة دي بتأثر شديد جدا على النظم المناخية الزراعية، لأنه يمكن يكون زي ما الناس بتعرف إنه المزالة بتاعت الزراعة هي بتعتمد على بشكل أساسي على المواقيت، المواعيد، بتين أزرع، بتين أحصد، بتين غير. فبرضه في تباين شديد في أو نقول يعني في تباين أو في عدم ثبات في المسائل بتاع درجة الحرارة اليومية، ودي برضه مهمة جدا جدا، لأنه برضه المسائل دي كلها الأمطار ودرجة الحرارة هي عندها تأثير كبير جدا على القطاع النباتي، سواء كان هذا القطاع النباتي نبت طبيعي أو سواء كان مزروع، فدي كلها بتأثر دي لمشاكل. في رأي برضو إنه في تحرك لخطوط الأمطار اتجاه الجنوب، يعني زي المناطق اللي كانت معدلات الأمطار بدأت تقل. يعني مثلا في رأي إنه مثلا زمان الأراضي شبه الجافة هي مثلا بتكون قبل عطبرة، حاليا بدأت تمتد المناطق دي إلى المناطق الجافة، يعني أول الصحراوية بدأت يمكن تكون إلى حد بعد الشمال، يعني بعد الخرطوم. فيمكن يكون دي الخريطة دي بتوضح دي احتمال الكرة دي كلها، دي خرائط مصدرة من هيئة الإرصاد الجوي السودانية. فحاصل إنه يعني زي في النظام الصحراوي حصل له تمدد جنوبا حتى الخرطوم، مع انه زمان هو ما كان في الخرطوم، يعني كان يمكن يكون احتقد على المناطق بتاعت عبره يعني. فهنا ده في حصل شيفت او حصل تحرك لخطوط معدلات سقوط الامطار الى شنو؟ الى الجنوب. طيب برضو يمكن حاصل فلوكشويشن كبيرة أو في تباينات كبيرة برضو في درجات الحرارة، اللي هي يعني يمكن مثلا اللي هي درجات الحرارة اللي متوسط درجة الحرارة في أبريل من دي المتوسطات من 71 لحد 2000. دي هنا برضو حاصل يعني تباين كبير جدا في المزالة بتاعة الأمطار السنوية في منطقة القضارف، يعني يمكن لو ملاحظين معايا هنا في النص كان التباين يعني كبير جدا. فالابتعاد من المتوسطات دي بيؤدي لمشاكل، يعني الأمطار نفسها كما هي يعني نعمة، ممكن إذا ما كانت في المستويات أو المعدلات المتعارف عليها بتبقى ممكن تحول إلى مشاكل في الإنتاج الزراعي وكده. دي برضو في مدني، محطة مدني، ودي في محطة كسلة. لو لاحظتوا إنه ظاهر إنه في يعني في تباين كبير، ويمكن أقرب لأنه حاصل إنه يمشي يكون يعني الترند العام او الاتجاه العام انه حاصل نقصان، يعني
لكن إذا ما دعنا نقول بشكل مطلق نقصان، ظاهر إنه في تباين كبير في معدلات في معدلات الأمطار. طبعا دي اعتمادا على الدراسة اللي قام بها دكتور عبد الله خيار 2012. برضه لو لاحظتوا هنا في درجات الحرارة، برضه واضح إنه في تصاعد في درجات الحرارة في منطقة عطبرة وفي منطقة القضارف، اعتمادا على بيانات مأخوذة من 1906 لحد 2006. طيب، يمكن يكون هنحاول نتعرف بتفصيل شوية على الخطة الوطنية لمكافحة التصحر اللي هي تم إعدادها في 2006 كأكثر واحدة، أكثر يعني أكثر تقرير يعني هو متماسك في المسائل بتاعت توضيح الخطة الوطنية، وكان فيه جهد كبير جدا. لكن طبعا أكيد من الملاحظ إنه الكلام ده 2006، يعني معناها إحنا محتاجين لتجديد للخطط دي، وده بوري واحدة من الحاجات اللي ممكن بعدين نتكلم في فورورد، إنه الحاجات الناس يبدوا يعملوا ريفيو للخطط الوطنية دي لتجديدها ولتحديثها ولربطها بالواقع الحاصل يعني. طيب، دائما الشركاء الأساسيين الستيك هولدرز في اللي هم مهمين في عمليات التخطيط والتنفيذ، اللي هي الوحدات المؤسسات الحكومية والمستخدمين للموارد الطبيعية، وبعد ذاك المجتمع المحلي والمنظمات المجتمع المدني، دول هم انا اكيد هم دول الشركاء الاساسيين في التخطيط او المعنيين. بعد ذاك في الشركاء الخارجيين، وده ممكن يكون اللي هي مثلا اليونايتد نيشن، الامم المتحده، الاجنسيز بتاعتها، الوكالات بتاعتها، يعني وكاله البيئه، ممكن برضو الفاو، ممكن بالتاكيد الدرايفر الاساسي او الاساسي اللي هو بيكون اليونايتد نيشن، الاتفاقيه الاطاريه، اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه لمكافحه التصحر، يونايتد نيشن اس اس دي، بعد ذاك النون جفرمنتال اورجانيزيشن، وفي مؤسسات كثيره شغاله فيها في السودان. وبالتاكيد المؤسسات الثنائيه والاقليميه الداعمه بشكل للمؤسسات الماليه. طيب، يمكن يكون يعني من الاشياء الجيده في السودان انه حاصل من ناحيه بتاعت governance، يعني من ناحيه بتاعت حوكمه، من ناحيه بتاعت مؤسسات، انه في الناشونال دراوت اند جستيفيكيشن كنترول يونت، اللي هي يعني اللي هي وحده مكافحه التصحر والجفاف، ودي ممكن يكون يعني من وقت مبكر، يعني من 78. وبعد ذاك في الناشونال دراوت اند ديزرتيفيكيشن كنترول كوردينيتنج كونسل، اللي هو المجلس التنسيقي لمكافحة التصحر والجفاف، وده في 91. ويعني كل المؤسسات دي الاثنين مع اختلاف التواريخ بتاعت التأسيس بتاعتها، كانت انها يعني هي بتعتبر المؤسسات المسؤولة لمتابعة ومراقبة والتحكم في التصحر في السودان. طيب، أثناء التحضير بتاعها في مجموعة من الخبراء، ممكن مجموعة كبيرة حقيقة، والواحد يمكن يكون في وقت من الأوقات يعني الواحد كان يعني دخل في طور التحضير بتاع الأشياء دي، أو يعني اللي هي مهتمة به إنها يعني كخبراء وطنيين إنه يزيدوا الوعي بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التصحر والمجتمعات المحلية، وكانوا برضو مهتمين بإنه يعملوا عمليات مستوحاة للولايات المتأثرة بالتصحر وجمع المعلومات اللازمة لتحضير الخطط الوطنية، وبرضه للتعريف بالتعرف على العوامل المؤثرة على التصحر والخطط العملية أو الوسائل العملية لمكافحته وتخفيف آثاره. طيب، وكانت عملية فيها يعني فيها جانب بتاع تشاور مجتمعي، يعني اجتماعات تشاورية، وحاجة يمكن يكون الواحد في اللحظة دي بيتذكر كثير، مثلا المجهود اللي كانوا بيقوموا بيه الدكتور التيجاني محمد صالح وبروف المختار أحمد المصطفى و
دكتور هاشم، كلهم كانوا مجموعة يعني حقيقة، كانوا بيشاركوا، هم الفاعلين في هذا الأمر، وإحنا كنا في الوقت ده كنا لسه يا دوب في بداية المجال، وفعلا كنا بنيجي نحضر، وكانوا فعلا باذلين جهد كبير جدا في التحضير للخطط، الخطة الوطنية للسودان، ناب للسودان ناشونال أكشن بلان. طيب زي ما قلت انه كان فيها يعني كان في مشاركات مجتمعيه كبيره جدا للوصول لوضع خطط مهمه. يمكن من الحاجات المهمه انه الناس برضو كانوا بيهتموا بانه يعرفوا الخبرات السابقه لمكافحه شنو؟ مكافحه الصحر في المناطق دي. وحقيقة يمكن ما زالت المشاركة المجتمعية ده كمفهوم مهم جدا في عملية شنو التخطيط. طيب يمكن يكون بعد تم إحضار التجهيز الناب، واحدة من المشاكل اللي وضحت للناس إنه ما في خطط واضحة ولا برامج واضحة لبناء القدرة. يعني هنا دي يعني حتى اللي بيحصل بيكون يعني مجهود بسيط، يعني اللي هو كان عبارة عن في بعض الكورسات للتدريبية في التصحر، ومثلا كانت بيتم بواسطة وزارة الزراعة، ومرات بيكون على المستوى الوطني أو المستوى شنو الدولي. في برضو يعني كورسات بسيطة، وبرضو بعض الـ MSCC، ودي كانت لبعض الناس الشغالين في مجال التصحر في الولايات. طيب يمكن برضو من الاشياء واحده من الاشياء اللي لا زالت مشكله انه مثلا ما في كوانتيتيف داتا، يعني ما في بيانات كميه ورقميه واضحه، ويعني دي يمكن يكون بيحتاج مجهود بتاع الناس انه يشتغلوا يدخلوا حاجات زي دي. ممكن يكون في بعض برضو استخدام للنظم بتاعت الاستشاره عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه، وحقيقه يمكن دي تكون مثلا المعهد بتاع المعهد دراسات مكافحة التصحر واستزراع الصحراء في كلية الزراعة، واحد من أنا أعتبر إنه واحد من المعاهد الرائدة في المجال، وحاول يجمع معلومات عن التصحر. زي ما بأكد دائما إنه المعرفة المحلية يعني هي من الحياة المهمة جدا، واللي هي إنه السودان عندهم خبرات جيدة جدا في خبرات محلية أو معارف تقليدية مهمة جدا لمكافحة التصحر ومكافحة الجفاف، لكن الناس المفروض شنو يبدوا يحاولوا يتعاملوا معاها بشكل أكثر احترافية، ويحصل لها تطوير وتحسين. طيب يمكن دي نموذج لبعض البروجكت اللي هي نتجت وتم تنفيذها، مثلا اللي في اللي هي اللي المسائل بتاعت بعض الطغانات لتثبيت الكثبان الرملية أو تثبيت زحف الرمال، وده كانت في ولاية شمال كردفان، ولاية كردفان وولاية الشمالية. وبشكل أساسي يعني هو كان بيحاولوا يستخدموا آليات طغانات متوسطة، يعني ما طغانات متقدمة، لعملية بتاعت أثناء العمليات بتاعت الزراعة، على أساس إنه يحصل تثبيت للكثبان الرملية وما يحصل لها تمدد في البلد. طيب بالتأكيد التصحر هو بيأثر تأثير كبير جدا على مزيلية التنمية المستدامة، عمليات التنمية الزراعية المستدامة. ويمكن زي ما معروف إنه في السودان يعني حصلت دورات بتاعت قحط أو جفاف، يمكن يكون يعني في الفترة من 67 ل 73، وبرضه من الفترة من 82 ل 84، وبرضه في الثمانينات برضه حصلت. ويمكن يكون يعني يمكن خاصة الأولى بتاعت 67 ل 73 دي هي واحدة من السايكلز اللي كانت كبيرة جدا، يعني دورات جفاف كبيرة جدا في الساحل الأفريقي. ويمكن يكون هي اللي بدأت تخلي العالم يبدأ ينتبه لأنه في مشكلة بتاعت تصحر، وبعد ذلك الناس يحاولوا يعني يسعوا لمعالجتها.
طيب يمكن يكون من المزعله بتاعت الانسان والتصحر، هم يعني الانسان هو في النهايه ممكن يكون مسبب وممكن يكون ضحيه يعني بنفس الوقت، يعني اللي هو الانشطه البشريه بتسبب تصحر، يعني زي اللي هي الاستخدام الغير سليم او الغير جيد للموارد الطبيعيه، ده بيؤدي بالتاكيد الى عمليات بتاعة التصحر. يمكن يكون زي ما الناس عارفين في جزء من واحدة من المشاكل في المناطق النامية والسودان واحد منها، إنه الاعتماد على الموارد الطبيعية كبير جدا في عملية توفير الأكل وتوفير المسكن وتوفير الطاقة. يعني من المعروف إنه الناس في فترة من الفترات كانوا بيعملوا عمليات بتاعة احتطاب كبيرة جدا على للحصول على الموارد الخشبية لاستخدامها في مساكن أو برضو لحرقها كاستخدامها في كمصدر للطاقة. بعد ذاك زي الدائرة بتكون مع بعض، يعني بيحصل إنك أنت بعد شوية بيحصل نقصان في الغطاء النباتي، بيبدأ تحصل مشاكل التصحر و طيب فالإنسان هو علاقته مباشرة كمسبب وبرضه كضحية. أنا هحاول أمر بسرعة نتيجة للوقت، عارف إنه المفروض ربع ساعة. فمثلا اللي هو الأوفر كالتيفيشن، عملية الزراعات، التمدد في الزراعة، عملية الاحتطاب وغير، وعملية التمدن نفسها دي كلها بتؤدي لشنو؟ بتؤدي لأنها تكون تسبب أو مسببات لشنو؟ للتصحر. يمكن يكون التيبل اللي قدامكم ده، الجدول ده بيوضح المناطق المتأثرة بالتصحر على حسب شنو، على حسب النطاقات المناخية، صحراء وشبه الصحراء وكده، وبرضو يعني إلى مدى الخطورة بتاعته. حقيقة يمكن الواحد الحاجة اللي بيقول إنه الكلام ده كله اتبنى، يعني كان السودان اللي هو كان السودان الكبير يعني، بس برضو مثلا الوضع ممكن يكون ازداد سوءا، لأنه يعني الجزء اللي مشى بعد الانفصال هو الجزء الرطب وفضلت الجزء الجاف. طيب يمكن التصحر بشكل أساسي عنده إمباكت كبير جدا على المكونات اللي قدامه، يعني اللي هي التنوع الحيوي، المسائل الاجتماعية الاقتصادية ومعيشة الناس، وبالتالي ممكن يؤدي برضه لأنواع من الصراعات. ويمكن يكون في السودان الناس حاليا بيعانوا من تدهور الأمن ناتج من صراعات بدت في الموارد الطبيعية. بعد ذلك بيحصل برضو تدهور في المكونات البيئية، سواء الاير كواليتي ولا وجود المياه ونوعيتها زاد. بعد ذلك برضو يمكن يكون المسائل بتاعت تحصل إنه يحصل تدهور في الإنتاجية. طيب كل البروجكت بتهتم بإنه يحصل إدارة للموارد الطبيعية، وبالإضافة إلى زيادة الوعي البيئي. وكل الحياة دي مهتمة في النهاية إنك تحاول توفر الأمن الغذائي اللي هو الفود سيكوريتي، اللي هو إنه التعريف بتاعه الأساسي إنه توفر غذاء لكل الناس في كل الأوقات، ويكون عندهم القدرة على الوصول الفيزيائي والاقتصادي للمصادر بتاعت الغذاء. ويمكن يكون عشان كده دائما الناس بيتكلموا عن المسائل بتاعت الأمن الغذائي، عنده أبعاد أربعة اللي هي وجود الغذاء بشكل موجود يعني، وبعد ذاك القدرة على الحصول عليه فيزيائيا واقتصاديا وماديا. يعني ممكن يكون في أكل لكن أنت ما عندك قروش كافية إنك تتحصل عليه، بالتالي يعني إذا هنا رغم وجوده لكن أنت ما قادر عليه، بالتالي أنت برضو أنت ما في حالة بتاعة حالة آمنة من الغذاء. فبرضه الاستخدام المناسب، وبعد ذاك المسائل بتاعت الثباتية بتاعت الثلاث عوامل شنو الفوق. طيب لعامل الزمن أنا يعني حاول أمشي سريع شوية، سريع شديد، يعني الأمن الغذائي في السودان إنه هو بشكل أساسي بيعتمد على القطاع بتاع الزراعة. وإحنا دائما نتكلم عن الزراعة بنتكلم عنها بمفهوم الشامل، اللي هو سواء إنتاج لمحاصيل أو إنتاج منتجات حيوانية، بالتالي دي كله بيعتمد. وفي النهاية الزراعة بتعتمد على الموية، بتعتمد على التربة، بتعتمد على العوامل المناخية، وكل ديل بيأثروا بالتصحر، بالتغير المناخي وبالتنوع
الحيوي. بالتالي حتى المسائل دي يعني الجانب الاجتماعي الاقتصادي عنده دور كبير في مسألة شنو الأمن الغذائي. يمكن السكتش ده بوضح العلاقة بين الأشياء دي، لأنه التصحر والجفاف والتغير المناخي كلهم بيقدم في النهاية إنه يحصل، يعني يحصل نقصان في إنتاجية الأرض، بيحصل برضو إنه يحصل استخدام مفرط لشنو للموارد الطبيعية، بيؤدي لأنه يحصل صراعات، بيحصل نزوح داخلي أو نزوح شنو خارجي، وده كلهم بيأثر على الكروب إنتاج المحاصيل، بيأثر على إنتاج الحيوان، بيأثر على إنتاج الغابات، ودي كلها في النهاية بتمشي إنك بيحصل نتيجة للتصحر، للتغير المناخي، للجفاف، بيحصل إنه ريدكشن في شنو في الإنتاجية. ومهم جدا المزارع بتاعت إنه بيؤدي إلى سوشيو ايكونوميك انستابيليتي اند كونفليكت، يعني واحدة من المشاكل إنه ممكن يؤدي إلى عدم، يعني نقول عدم ثبات مجتمعي واقتصادي، وبالتالي ممكن يؤدي لمشاكل شنو؟ مشاكل صراعات. طيب المجهود اللي بيتعامل فيه لمواجهة التصحر وبالتالي برضو لضمان أمن غذائي، اللي هي لازم انها تتحرك، ان تكون عندنا انشطه بوليسيز واكتيفيتيز، يعني عندنا سياسات واضحه ونشاطات، وكلها دي بتهتم بانها تهتم بالفود سيكيورتي، زياده الانتاجيه وكده. بعد ذاك برضو نقول بوفرتي اليفيشن اللي هو يعني تقليل الفقر، وبعد ذاك التنميه المستدامه، وبعد ذاك المحافظة على الموارد شنو الطبيعية، المحافظة والوقاية للموارد شنو الطبيعية. ومن زيادة برضو مهم جدا زيادة المشاركة المجتمعية، أي حاجة ما بيكون داخل فيها المجتمع بالتأكيد، يعني أنا يعني بالتأكيد إنه الحاجة دي ما حتأدي للنتائج. طيب نجي للكونكلوجن، آخر تو سلايد تقريبا، اللي هي إنه التصحر هو واحد من المشاكل الكبيرة جدا في السودان، واللي هي بتؤدي لانه يحصل تدهور، وعنده يعني بيؤدي لمشاكل او تداعيات بيئيه وشنو ومجتمعيه. المجهود المبذول لمكافحه التصحر انا في السودان بفتكر انه قليل الى شنو؟ قليل الى منعدم، وخاصه من اعتمادا على الموارد الوطنيه. يعني كل الحاجات اللي بتجي للاسف بتجي، يعني ما دار اقول للاسف بمعنى اسف، لكن يعني كفاكتس انها بتجي اغلبها من منظمات دوليه، ما في تخطيط اساسي باهتمام انه يدخل، يعني يعمل خطط واضحه لمكافحه التصحر. طيب بالتالي كل البلد يعني بشكل اساسي معرضه لعمليه تدهور في الغطاء النباتي، وبرضه الى يعني الزحف بتاع الرمال، سواء كانت صفائح او سواء كانت جيزان رمليه، وبرضه الانتاجيه حاصل لها تدهور شنو كبير. طيب هوبفولي انه الناس لقدام، الناس يحصل محاوله بتاعت إدراج أو عملية بتاع التكامل للسياسات لمكافحة التصحر في الخطط الوطنية، وفي الخطط الوطنية وفي السياسات الوطنية، وده بيساعد في إنه الناس يعملوا حاجة تكون بتتبني على إنه بالتالي ممكن يكون يحصل عملية بتاعة توظيف جزء من المال الوطني لمشاريع حقيقية لمكافحة التصحر. هو من المهم جدا حقيقة الواحد مصر دائما انه المسألة بتاعت مشاركة المجتمع في مكافحة التصحر. شكرا جزيلا، اتمنى ان اكون يعني في نفس الوقت وما زدت كثير. السلام عليكم.
وتحديات الاستثمار والصادر الإنسان في السودان. بروفيسور يحيى الحسين غني عن التعريف، الباحث في البحوث الزراعية والأستاذ الجامعي كثير من الجامعات، مثال جامعة السودان وجامعة الزهين الأسري. تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ونسأل الله القبول لنا ولكم في هذه الأيام المباركة. وأبدأ وأعزي نفسي وأعزي بناء الزراعي بوفاة أخونا البروفيسور عبد الله طه، العزاء لنا جميعا وفاة أخونا البروفيسور عبد الفتاح عبد الله طه أمس في الظاهر في المعز، وهو عالم من أعلام الزراعيين في السودان، ويعني أستاذ جامعي، وأنا زاملته من المرحلة المتوسطة الثانوية في الزراعة، ثم تم دراسة فوق الجامعة التخصص في أوهايو، وتزامنا في اليمن كخبراء، وهو كان خبير البطاطس، يمكن علم اليمنيين ياكلوا البطاطس، يعني قبل ما هو في اليمن البطاطس كان محصول مبكر في اليمن، وانا اتذكر في اليمن الجميل انا من نفسي قبل الوحده بتاع قرار في بتاع البطاطس، وعمل على مدى اكثر على مدى أكثر من 20 عام، عمل دراستين في اليمن في محصول البطاطس وفي المناطق الباردة المرتفعة في صعدة وحلقة، يعني بدأوا يزرعوا البطاطس 3 مرات في السنة. أنا رحم الله أخي وصديقي عبد الفتاح عبد الله طه، وجعله من المقبولين في هذه الأيام المباركة، إنه على ذلك. الحقيقة أن الورقة دي عملتها على حاجة وفكرتها كثير، يبدو أوصل رسالة، وأنا متأكد 90% من الكلام الحاضر الناس عارفينه، لكن يصفي الذكرى، ولذلك أبدأ بالمقدمة. نمر عليها سريع. طبعا كلنا عارفين معلومات أساسية، تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في السودان 105 مليون هكتار. طبعا إخواننا أي فكرة سيئة عن أي طبعا إحصاءات في السودان تربط كويشن مارك، يعني إحنا وي آر لاكينج، وي آر لاكينج ريلايبل ستاتستكس. وأنا من الناس اللي ولا أصدق كل أي إحصائية تيجي من المنظمات الدولية، مع أني اشتغلت في منظمة دولية لأنها بتطبق، يعني بس يوم 4 5 سنين يقول لك والله السودان ده 20 مليون منه معرضين للمجاعة، ويمكرون ويمكر الله والله خير ما تريد، ولا حل عبر للمجاعة، والحمد لله الآن رغم عظيمة الحرب الكتاب الاجتماعي موجود وكل شيء موجود، وإن شاء الله نعدي هذه المرحلة ونمشي على الطريق الطويل. مساحة العراء اللي نشتغل منها لا يتعدى 7%، لكن الأستونشنج إنه 90% من زراعتنا بالمطر واللوبر والتشتيت، يعني احنا لا زلنا في الجدار في متوسط الانتاجيه، كمان يصير اخونا مامون هو البيت بروف باول لا تتعدى 250 كيلو ل 300 كيلو، في حين انه الهاي يلدي فرايتي والهاي زو بيجيب لحد 20 طن 20 طن كده اهو. ونحن عندنا وساع 45% من الأراضي الزراعية في العالم العربي في السودان، ويمكن إذا تخلينا إن إحنا ريلاكسين كده خالص، خلاص الزراعة المطرية دي بتجيب الجيب، يلا بصل دي يعني بين الريشة بتاع الفوق لل 100 مليون، مساحة الأراضي الزراعية كانت تتعدى 10 مليون في الدهب، 10 مليون في الدهب،
لكن طبعا عندهم ميزه، نحن ما نجي ولا في الفحوص ولا في الجامعه يطلب التحليل وما ادراك بالتحليل، يعني يقال انه يساهم بالهدوء الضعيف في المية من الناتج القومي، ويستوعب أكثر من 70% مساهمة القطاع الزراعي في الصادر لا تتعدى 20%، والصادر بتاعنا 70% منه ما بين السمسم والثروة الحيوانية. القطاع البستاني الثروة بهاي حوالي 12% من الدخل القومي، ونحن عندنا فجوة غذائية في العالم العربي حوالي 20 مليون دولار، 20 مليون أو 50% منها في الحبوب، نقص الحبوب، و يعني المجال واسع إن شاء الله مش ده. طيب أنا حاليا يمكن عملت إحدى المحاضرات، يمكن كنت في الجامعة ذات مدرسة الصادر ومعادلات الصادر، وأي واحد منا هو ممكن يبدلوا يعني، لكن المرة دي أحاول أبص القصة واتبع المنهجية بتاعة تحليل الصور اللي هو الإس سنس، هو عندنا شنو في المياه البستان الفرص والمهديات، دي بس تخلي الرؤية بالنسبة للناس أوضح، وأبدأ بالقوة أبدأ أتنوع في المحاصيل البستانية لتنوع المناخ، يعني نحن عندنا حتى محاصيل البحر الامتداد بساتين البحر المتوسط موجود عندنا جبل مرة، وربما المفروض ناس كثيرة في ذهنهم جبل مرة ده كان جبل نادي ساعة 5 ساعة، يعني ممكن تنتج فيها ملايين الأطنان من الحاصلات البستانية وغيرها، الخضروات عندنا أكثر من 30 نوع، بصل طماطم وطاقة ياكله، وباي ذا واي يعني البصل والطماطم بيشكلوا أكثر من 50% من الخضروات في السودان، عشان كده نحن لدينا اهتمام أكبر، والبصل طبعا نمبر 1، بيجي بعد البطاطس والطماطم، البامية ثم البطاطس، لكن الآن في رش شديد لإنتاج البطاطس، وبالذات في الولايات الشمالية مثل نهر النيل والشمالية. الفاكهة عندنا تميز إخواني المانجو، يمكن عندنا حوالي 40 أو أكثر من 40 اي اي صنف سامعك. أصناف، يعني بعض منها هاي كواليتي، مثلا الدور الموز الآن في شغل كويس وفي فرايتيز كويس، وممكن ننافس بها، وبدأ صادر ممتاز جدا جدا الموز، التمور هي أغلى شيء، يعني الموديلة بتاعتها شوية مجهود و بوس هارفست تكنولوجي، ممكن تكون ما أقل من الأصناف الرايجة في الخليج. الحلويات طبعا ولمس، ويعني كثير من الناس طبعا الحلويات العنب، وأنا كنت ما خدتش لي والله إذا ما عاجبه في الأربعينات السودان كان بيصدر عنب للتطور المنطقة الجنوبية، وكان بيصدر بطاطس للمنطقة الشماليات. عندنا ورث كبيرة جدا في النباتات الطبية والعطرية والبهارات، وأنا أتذكر مرة في مؤتمر أو في معرض في هولندا، والله جاء الشيخ قال لي إحنا عايزين 4 حاجات، جايين الشمال، الشمال بتاعنا هو واحد من أجمل أنواع الشمال في العالم، مش الشمالات، الشمال يعني. وعايزين خيمة شيطانية، وعايزين حبة سوداء، لكن قال لهم حاجة، قال لهم سستينابيليتي كل سنة كده، قلت لهم والله السنة كانت تكون كونتراكت يعني، أو نباتات الزينة والدورة القطر، عندنا في ثروة مهمة جدا، و أنا أتذكر مرة في هولندا برضه الشتلة، والله هذا الكلام 15 سنة بتاعت الجهنمية، الشتلة ب 50 دولار، ب 50 دولار الجهنمية العلبة، أنت يعني لو واحد ركب منكم للجرمان لحد ما يصل في الجرمان
مسلحة يشوف واليابيلتي بتاع اليابانيين لازم يتجدد في العالم كله. ودي كان في أمين الخليج من الأسبوع الشعر الدبلوماسية كان في الإجازة تيجي ويجيب الأطفال والأولاد والمدارس يقول لهم أعملوا كروسيس. وهي ذات معروفة إنها عندها فيري هاي ريسك أوف سبونتينيوس ميوتيشن فتقدر تجيب اليابيلتي يعني تظهر وظيفة. طيب من الدراسة هو عندنا الفيروس السادس بتاعنا معظمه ثاني عضو في وقت كان الانتكاس هذا التباطؤ في الانتكاس في نتيجة للأسف يعني فيديو يشتروه المصريين بعدين يكتبوا عليهم حد صلاح المهم يعني عندنا الثاني عضو والضمر في هذا المزارع ما كان يروش وهذا اللي بيسموه وهي نعمة الأرواح في نعمة لكن الاستمتاع عمر لا تنتهي. طيب كثير من المنتجات تختار في مع المتطلبات والمواصفات العالمية. نمشي في باختصار أهم حاجة. طيب إذا نطلع أول الحاجات اللي عملنا في الموضوع أهم حاجة وليس في ليس في المحاصيل البستانية ولكن في معظم محاصيلنا يؤسس لنا حياة بسيطة يعني من ضمنها يمكن أن تصل الإنتاجية ضعيفة بالتالي طبعا الضعف الإنتاجية مع ارتفاع التكلفة ارتفاع التكلفة طبعا الطاقة والتمويل وعدم يعني اتباع القرارات يضعف المنافسة بتاعته في السوق العالمي يعني يقول أي صادر أول حاجة خلينا نتفق إنه الإنتاج الصادر للمنتج الإنتاج الصادر يختلف عن الإنتاج الاستهلاك المحلي وفي أربعة شروط أساسية يعني لازم يكون عندك فيري هاي كواليتي جودة عندك منتج سعره وجودته تخليك تنافس كومبتيتيفنس عندك مصداقية رايبيليتي يعني ما في السوق العالمي بيتعاون بيتعاون معك يعني كده يعني عشان صورتنا كلها ما عندك مصداقية بشوف غير بشوف غير طوال النقطة الرابعة اللي هي أكثر أهمية للسوشيال يعني هو عايز منك إنك تلتزم يعني إحنا كنا بنصدر الفاصوليا الخضراء والبامية والمساء والشمام الجارية لأبو السلام شرط الطيارة تصل يوم السيد الصباح من الطيارة الطوالي داون ستيرز في التراكس تشيل تودي لبلجيكا لسويسرا لكذا لكذا إذا أنت ما بتقدر يعني تكومبلاي مع الشغلة دي زي كيف يوقف يشوفوا غيرك يشوفوا غيرك. طيب برضه الدروبات بتاعتنا في مجال التصنيع الغذائي اللي هي تلك القيمة المضافة ودي مشكلة كبيرة جدا يا أخوان يعني حتى في معظم محاصيلنا يعني إحنا المزارع بنتج وفي الوسط لحد ما الإنتاج بتاعه التوظيف لكن ثم ماذا ويمكن معانا الدكتور ممكن بعدين القصة بتاعت البوس هارفيست بيولوجي والبوس هارفيست براكتسز كلها في ار بي سي حتى يحاول حاجه بسيطه يعني تصلي انه تلقى المواسم اللي فاتت تلقى كرتون الطماطم ب 1000 وعلبه الصلصه ب 1000 شوي. طيب والفرق كمان انه معجون الطماطم صنعت منه مش صنعت عبيت منه العين الصلصة دي مستورد
يعني نحن زيرو في الرغيف والمبارك والموز، نفس قصة البصل. يعني كيف كان جاهز أسهل صناعة في العالم اللي هي تجربة البصل، يمكن حتى الناس يجففوه بالشمس وهكذا يعني. طيب أنا خشيت طوال في السعودية الدولة اللي هي رحت شمال أمريكا المحلي، يعني الآن تشعر أن الآن والاستيراد المصانع القائمة على قيمتها في المال، يعني تفضل الاستيراد على استهلاك المنتج المحلي. الإنتاج غير المغنى ومنتج السوق المحلي والصالح. يعني ولاية الأهلية أز إكزامبل، والله مزارع الدم متوارث إنتاج البصل أب عن جد عن جد عن جد، وما عنده فقاد. يعني أنا أصير بهذه الولاية أقول لك والله خسرنا، ما خسرنا، حنزرع بصل، حنزرع بصل. وتمشي وتمشي مثلا الشمالية يقول لك والله الفول ربحنا خسرنا ضربتها 10 ضربتها برضه حنزرع. ففي عدم ربط ما بين شنو اللي حنعمله المطلوب شنو والإنتاج ده. نخطط إنه والله أنا والله أزرع مثلا 100,000 هكتار مثلا طماطم، لأن نحاول الزعر ونسوي منها كده ونصفي منها كده أو نصنع منها كده. لحد كبير برضه عندنا صعوبة الكتابة مع معايير الجودة العالمية. الآن مثلا في يوروب لابد يكون عندك كذاب اللي هي جودة كسر براكس سيرتيفيكت وشهادات الآيزو 43000. إحنا كان عندنا مشروع سي إف سي، حاولنا نعمل موديل لصادرات الخضر، لقينا السيرتيفيكيت عشان انت يدوك السيرتيفيكيت بانه المنتج بتاع لك الفاصوليا والتطور الشمام الجاني والضاني المنسى صعب جدا وهاي كروس، يعني او عندهم شروط صعبه جدا. يعني طبعا المطالب الدخيل بالانسان العمال الشغالين عند الدين اعمار وكم وتشغيل الاطفال وما ادراك ما الاطفال. وبعدين هل في المزرعه دي في فاسيلتيز لقضاء الحاجه؟ والله ما في مويه، في ايه في ايه. بعد كده عشان تطلع السيرتيفيكيت لازم يكون يجي على حسابك، يو هاف تو باي سام اوف كرنس عشان يديك السيرتيفيكيت. وقابل لانه كل سنه او سنتين لازم برضه تدفع. ودي طبعا بالنسبة لنا وللمدربين الضعيف صعب جدا. نمشي للشريحة اللي بعدها اللي هو الفرص. في خدمة كبيرة في المحاصيل الإسلامية عالميا وعربيا. طبعا نحن وي ار انكلايند انه نمشي للسوق العربي. يعني نحن ب نتيجة لارتفاع تكلفة النقل هو يشكل يمكن أكثر من 20 إلى 30% من ترحيل المنتج. الثلاثة محاصيل اللي كنا مصدرين لأمستردام عملنا شفت السوق العربي، لكن السوق العربي سوق مزايا إخواننا. يعني على ذكر كنا بنعمل يا بروف دراسة للبورصة العربية للتكامل العربي لإنتاج التجارة والخضر. فنحن وصلنا واحدة من الدول العربية دي، الوكيل قال لنا إيش الدراسة؟ أنا لو نشتهي كيلو بتاع تجاوز طماطم ما عندنا مشكلة، نبعت طيارة كيلو لين. فلكن إحنا عندنا أنظر أوتلت الكوميسا دي حوالي أكثر من 500 مليون نسمة، وده سوق يعني ما مشدد جدا في الكواليتي اسبكتس. في كان شفت ونمشي للسوق الافريقي، موقعنا طبعا في السودان، الكوميسا الجانب الخليج التقليديه اليورو. و زي ما اقول الفرص برضه لان عندنا تنوع محصولي ممتاز جدا وتفرد البعض. بس يا اخوان عندنا اجود جريب فروت في العالم، يعني وفينا نستورد من او اصل جاي من فلوريدا، ولكن ذا بيست. انا اتذكر يعني في بعض المعارض كانوا الناس يجوا يتفرجوا ويحجزوا المعروض،
ونحن كنا كان في مركز الصادرات البستانية أو شركة الصادرات البستانية، كان عندنا التزام أسبوعي بنصدر للأمارات للشيخ زايد رحمه الله كذا طن، ونستلم الشيك بالإماراتية. فعندنا يفرضهم ناس، عندنا بصل الآن بالمواصفات العالمية بس ما قادرين نخترق السوق، وعندنا بهارات زي ما ذكرت هاي كواليتي، عندنا نباتات بديهة عطرية. يعني أنا قبل فترة اشتريت الله يكرمكم مسجل بالإمساك، ولما قريت لقيت إنه بذور بتاع السمك، بذور بتاع السمك. بعرف واحد زرته مخازنه في السوق الشعبي في عمان جيزان بتاع السنوات، قال لي طبعا في الخيرات في قطفار ودارفور بنموها الأولاد بيجيبوها له ويعمل لها كيري وبصدر، قال لي بصدرها ألمانيا. وعد على ذلك يعني عندنا نحن إذا الخير ده المصريين كانوا يزرعوا في صعيد مصر، وضربت الأمراض في الخيلة، وحاولوا يتعاقدوا معانا في ولاية الخرطوم إن فيهم جزر خلة. إنهاو عندنا زي ما ذكرت بانجو موز التمور الليمون، الليمون ده طبعا الليمون الجاف عنده انترناشونال ماركت لا تتخيل. معناها حتى لو عندك ليمون في البيت ووقع في حاجة ليمون ويبقى أسود بدون كيف، لكن ده المطلوب. أنا أعرف واحد رحمه الله ما زراعي، فمرة كنت معاه في مكتبه وبعدين فسألته وقال لي طبعا مستغرب، قال لي أنا في نفس استغرابه ده، أنا كنت في العراق ولقيت في شركة يقول أصلا سألته قال شنو؟ قال والله ده بنستورد من السلطنة ونعيد فرزه ونشحنه ونصدره لدول الخليج، استعملوا مع الكبسه والامور بتاعته. قام اواضي قال لي تخيل الان السنه دي وجع الفكره يمشي فيها تنبيه الازرار والسمار وبتاع، يشتري الجنينه كلها بحبها يفيها يصدرها. قال لي انا السنه دي ربحان 2 مليون دولار من اليمن. طيب ده اكزامبل. عندنا الامكانيه طبعا ان التصنيع والتجفيف الصادر، وانا بس بحيث على محصولين اللي هم قلت بشكل اكثر من 50% من محاصيل الخضر اللي هو البصل والطماطم. دي هايبريشن بصل، السوق العالمي مفتوح، والآن ممكن تعمل فيها جريتش بالطاقة الشمسية. واحد من إخواننا كان مدير مصنع كسرة، أنا زرت عنده مصنع في الخرطوم جنوب، والله بس حوش اسمه محمد سليمان عبد الله، واحد من إخواني والله إخواتي اشتكيت شعر منه، وأجر الحوش ده يعني ده كابينج ماشين من مصر، هو ومعاه شخص واحد فاهمين بيقطع في اليوم 10 شوالات، عنده كيس يحط فيها مبصرة، وعنده فلوس بتاعت الطاقة الشمسية يغطيها تبقى تاني اوفر نايت نفس داي بيجمعه ومانيوالي يعبيهم يكتب عليهم مصنع كده كده يسويه. وبدأ كمان دخل في الموز، بقى يقطع الموز شرايح يعمل نفس القصة. طبعا ممكن برضه تعمل البونجولين وإلى آخره. عملية التصنيع التجفيف تجد الطماطم، يعني الطماطم ده فريش نقول اخواني احنا زمان عواجيز الفرح اللي جاي اخونا ابراهيم والكوف زمان كان لما يرسلون السوق لكبر الخضار يقول لك جيبوا معاكم صلصه، صلصه ناشفه دي قرش والله يشيل والله كده. الان الطماطم الجاف عندهم في الناشونال ماركت
في مصر مسمين له الذهب الأحمر. شوف في صعيد مصر يجيبوا متخصصين يزرعوا طماطم، طبعا برضه في خيار في الأصناف، يقطعوا يقفلوا السوق العالمي بداية من الصين يوروب. They are shifting from a tomato base للدراي تومينتو باودر. طيب نمشي عشان ما يلا الشريحة الأخيرة، التحديات أو المهديات زي ما ذكرنا السنة الإيطالية في محاصيلنا كلها يا إخواننا. و يعني أنا مرة قبل كم سنة بقيت على تجريب، نحن المنظمات العالمية تصنف الإنتاجية في العالم نحن the second from the bottom، the second from the bottom. كان نحاول نجلب الشغل نكون from the bottom، وطبعا عندنا أسباب إخواننا. والله إحنا عندنا وبحمد الله عندنا هيئة البحوث الزراعية في السودان وشيات 1902، يعني شو عمرك كله مشت 100 و 122 سنة. عندنا بحوث أنا لقيتها في جامعة كورنيل، كل أبحاث هذه البحوث الزراعية من تأسيسها مبسوط، لأن يعني عندنا very high quality research، ونحن كنا معروفين من أوائل هيئات البحوث في العالم العربي وفي أفريقيا. لكن يعني زي ما ذكرت هذه في المحاضرة السابقة، في very big gap ما بين الريسيرش والمزارع، واللي هو نحن قاعدين نشيل اللوم ونرميه على الإرشاد، ولحد ما والله الإرشاد بريد ذلك، والأمر يمكن تقويمه ما صعب إن شاء الله. فعندنا في معظم المحاصيل، ولو أننا نحن طبعا محاصيل الفساتين كانت معتبرة محاصيل هامشية، بحوث 1902 بدأت هذه البحوث، وكان التركيز طبعا على القطن والسبسب والذرة. أبحاث البساتين ما بدأت إلا 1946، ونشكر بالخير بروفيسور تايدين البيري، بروفيسور حلو عبد الحلو اللي أسسوا، وكان معاهم المرحوم أحمد بدري، الدكتور أحمد بدري اللي أسس أبحاث البساتين، وكانت تبع الوزارة ثم نقلت لهذه البحوث. ويعني الآن الحمد لله في مركز أبحاث البساتين، مركز غالي والعبرة عليهم إن شاء الله. النقطة الثالثة حول التخطيط، قيام التخطيط الاستراتيجي والمقاطعات، يعني الصادرات البشرية يا إخوان زي ما أنا ذكرت، يعني من الفرن ديستنيشن ما أقل من 30 جبال. وأنا أشتغل في مدينة، يعني من البلدان الشمالية لمدة سنين وضعين، مما تطلع من البوابة بتاعت السنين يقول لك رسوم المحاجر، رسوم المحلية، رسوم الكذا، رسوم الكذا، رسوم لحد ما توصل باب الطيارة، يعني يمكن حوالي 30. الله بربي طبعا برضه تعرضنا لها في اللقاء السابق، مرات بيصيرنا حاجة واحدة، الكرتون كرتون، وأرخص إنك تركب طيارة وتمشي دبي وتجيب الكرتون ولا تشتري كرتون من المنطقة الصناعية. طبعا يا إخوان الصالح الكرتون لازم عنده مواصفات كيف 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 على حسب المحصول. نحتاج لقوانين تشجع يعني الاستثمار الإنساني والصادق وحماية المنتج. يعني أنا لو داير أخلي الناس يتعصروا ويشتروا الطلبات مع الرخيصة، أنا أوقف استيراد المركزات ومركزات المانجو، وأنا عندي في العطارشية وفي البيه والمناطق دي 90% من المانجا بتقع تعفن تقوم تاني بروس في الآخر. تشجيع صناعات المنتج الصالح، مراكز الفرز والتعبئة، ونحن عشان مركز الحمد لله كان في كرياب في شرق الليل، والآن
صديقي ان نعمل واحد في ولايه نحلاليم، نحول ولايه نحلاليم لولايه صادر بستان ان شاء الله، وتشتغل صناعه مواد التعدين. لحد الان في طلب عالي من البصل، لكن ممكن يهزمك انه ما هو الاكياس البلاستيكيه اللي مش فاتت، صناعه بسيطه يعني. اي واحد ممكن يجيب الرز ويجيب قطن رجيم ويخيطه تمشي. بس الان نستورد من السعوديه ونستورد من مصر ونستورد من تركيا. طيب هو تشجع الصناعات الغذائيه، وانه طبعا الاسرع في اداء هذه المهام هو القطاع الخاص، لان اخواننا كلنا عارفين البرنتش بتاعت القطاع الحكومي او القطاع العام. نقطة مهمة غياب تعاونيات المزارعين. العالم الآن في بالك في حوالي 6,000 تعاونية زراعية. العالم المتقدم كله ما في مزارع يمشي يجيب له مدخلات، ولا في مزارع يمشي يسوي. الجمعية التعاونية بتتكون من إيه لزد المدخلات، البذور، السماد، المبيد، الإشراف الفني، كذا كذا كذا، تسليم المنتج، تسوق له. وش انت الان؟ انت بصل تمشي توديه والله. واحد يوقف عند ريو حبابي يقول لك بصلك ده من وين؟ يقول له من الجزيره. يقول لك بصل الجزيره ده ما في ويته كثيره. والله لا السوق ده بصل نحرنين. جبت له دوري او 5 3 6 لواري من نحرنين. يقول لك والله اليومين دي ما سمعت ما شفت انا بصل الجزيره. يقول لك في الواقع وانت الدوري واقف صاحب الدوري ده حقه. طيب الآن خلاص تقوم التعاونية، ودي يعني الواحد ده مناطق كبيرة في العالم، المزارع في الآخر بيحاسبون بدون تسجل بروجكت، فتح الأسواق يمكن ثاني شوية دقة من سفاراتنا. يعني السفارة الوحيدة عندنا اللي كان فيها ملحق زراعي كانت في هولندا، لكن كثير من المحاولين التجارية يمكن أن نضيف لمهامهم الاهتمام ب تعاونيات الإنتاج وتصدير المحاصيل. ونحن عملنا واحدة تعاونيات الإنتاج وتصدير المحاصيل بالصناديق ولاية الخرطوم، عشان نكتب الطريق على إنه المزارع، لأن المزارع لو قلت له أنتقلي فاصوليا خضراء. والفاصوليا الخضراء يا اخواننا انا احنا عندنا تجربه كنا بنوديها هولندا بيجينا فيدباك This is above the required standard. يقول لك الدور الجاي قال 50,000 طن. والله مره قالوا عايزين 50,000 طن نكست يير. والله صدرنا 5,000 طن. ليه؟ لانه المزارع ما لم يضمن انك حتستلم من المنتج ما بيزرع فاصوليا هذا، لانه السوق المحلي ما مهم. يعني غير مثل من الناس اللي بيجيبوا الفاصوليا الخضراء عشان الرفاه، يقول لك الفاصوليا الخضراء ده اللي ليها عدس ولا ده اللي ليها ما يعني. فانا الحمد لله قرع ولا عندي كيف بطاطس ولا متفق. انا ما دام اطيل ويخيل لي الفيدباك واستكمال انا عملت بس والله انا عايز اعتذر ممكن يسال الله بسيط، وان شاء الله ممكن نكمل الباقي. شكرا جزيلا بروفيسور جعفر. المحور الثالث المكافحة المتكاملة للمحاصيل البستانية. قدمت الورقة مهندس هادي حسن حوائط الله، مهندس زراعي في الإدارة العامة لوقاية النباتات وزارة الزراعة والغابات الاتحادية، رئيس قسم آفات الحبوب المخزنة والمنتجات الغذائية، ورئيس قسم الحج الزراعي الخارجي. تفضل المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.
وربنا يحقق الأماني ويجعل السودان آمنا مستقرا والذين من يصحى السودان إن شاء الله يتقبل عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الورقة إسلام المكافحة اللي بتتعاملها تقطع المبيدات الكيميائية تصعدها حتى إلى لمكافحة الآفات أدى إلى تمكين المحاصيل الزراعية، الشيء الذي جعل العلماء إنه لأنها المبيدات الكيميائية التي لا تدخل التلف في الإنسان والحيوان والبيئة وغيرها، وكان لابد من يفكروا في بديل للمكافحة وسط الأشياء الطبيعية، واجتهد العلماء في مكافحة حيوية وأنتجوا بس المكافحة الحيوية مانجمنت هي تستخدم الطرق البديلة للمكافحة الحيوية، مكافحة واسطة المقاومة، أصناف المقاومة والحيوية والكيميائية بطريقة مختلفة، والشيء الذي يعطي إلى توازن البيئي وعدم الضرر بالإنسان والإنسان والحيوان. أنا ترى المكافحة المتكاملة كثيرة، منها المعاملات الفلاحية والمكافحة الإحيائية والتصميمات أصناف المقاومة والمكافحة الحيوية والوسائل التشغيلية في الحجم الزراعي واستخدام الوسائل الأخرى المخصصة في تحطيم البذور وإنتاجات الهرمونات وغيرها. أهم المكافحة الحيوية هي العمليات الفلاحية اللي هي مكافحة الحق، ترتيب النباتات، تنظيف التربة وغيرها من الحاجات اللي ما تسبب لنا أسباب تلف اقتصادي وغيره، والتأثير الجيد للأرض ومعالجتها قد تأثر على النبات والاهتمام بالتسويق والري والاهتمام بمسافات وغيرها. تظاهر الحق وتحضير الأرض ومواعيد الزراعة من أهم الأشياء التي تؤثر على النبات وغيره. في صور في نظام الحفظ كيف إنتاج وغيرهم. المسافات الزراعية والري والتسميد والدورة الزراعية، الدورة الزراعية أهم شيء في المحاصيل الزراعية، الدورة الزراعية لأنها بتحفظ المحصول القبل والبعد في إنتاج قصير خالي من الآفات والحشرات والأمراض. بعد الدورات الزراعية في مشاريعنا في التمر في كثيرة وفي القمح والبرسيم والتوت. الحصاد، تقصير الحصاد أهم حاجة إنه ما نأخر الحصاد، لأنه لو تركنا الحصاد لفترة طويلة في الأشجار وغيرها بتسبب لنا أمراض بالذات الثمار. هنا لو لاحظنا الثمار لو تركناها لفترة طويلة قبل الحصاد بتسبب لنا أمراض وحشرات وآفات كتير احنا ما نعمل عن بلدنا يعني. المصادر الحيوية، المصادر الحيوية شنو؟ هي الأجسام الحاجات الطبيعية في المكافحة بعضها بعض مثلا يعني الكائنات الحية والأعضاء الطبيعية لتقليل مكاثفة أعداد الكائنات الحية والنباتات الضارة للآفاق وغيرها. مميزات الكون المكافحة الحية شنو؟ آمنة، سريعة، مستدامة، تربي
حيوان يكون حيوان آخر، ولكن يكون مستجد لفترة طويلة. الاستراتيجية وراح تخليك تكون في كم صورة تقدر لا تخلي هذا عنك كثيرة. إنها التطفل. التطفل ظاهرة يعيش حيوان داخل حيوان يتغذى عليه لحد ما يموت يعني الحيوان، ودي تكون طبيعية ما فيها أي مبيد ولا غير متدرب فيها داخل المعامل. الافتراس يفترس حيوان على حيوان ثاني وياخذ منه غذاء ينتقل لحيوان جزء ثاني من الحيوان، ودي من الآفات الحسيبة للنباتات الطبيعية. المسبب المرضي بعدين زي البكتيريا والفطريات وغيره، احنا عندنا في المعامل في أمراض النباتات بنربي بكتيريا مثلا أو فيروس أو بروتوزويت بنحطه على آفة ثانية وينتهينا يعني من آفة بتغير طرق للبيئة. وهي أهم أركان الزراعية ويعرف الاستخدام المدروس الكائنات الحية والطفيلات واللي هي النباتات البكتيريا والبكتيريا هم حاجة في العالم الفيروسات النيماتودة والفيروسات. دي من المثلثات اللي ربيناها في العالم عندنا لمكافحة الأمراض، إنها أشياء بنية ربينا فيروسات في المعمل لمكافحة الأمراض النية، لأنه النية طبعا ممكن تكون فيه مبيد والمبيد ده يعني لازم يكون مختلف طبيعي. أهمها من دواعيها هي مقاومة من الأفات الفعل المبيدات، التأثير على الأعداء الحيوية والحشرات، التأثير على صحة الحيوان لأنها تأثر على صحة الإنسان والحيوان، التأثير على الحيوانات والنباتات والحياة البرية ليس لها متبقيات في يعني الكيمياء طبعا بتكون متبقيات في التربة تحافظ على التوازن البيئي. المكافحة باستخدام المبيدات يعني في المكافحة الحيوية عندنا في الإمكانيات الموجودة في الهند ممكن نستعمل المبيدات لكن بشروط يعني ما بيستخدم في الاستخدام العادي يعني بشرط معين. هي تعتبر من أهم الوسائل المستخدمة في مكافحة الآفات. التأثير الفعال والسريع للمبيدات طبعا سريعة جدا وثبات على التأثير المقصود، لكن لا بد من إنها تكون تتم الشروط اللي إحنا نضع عليها. إن تكون هناك حد الاقتصادية للأفعال، حد الاقتصادي للآبة للرش، وتكون يكون هناك تعداد دقيق للآبة، والمبيد اختيار يعني بس الحاجة اللي إحنا عايزينها ما يكون في النبات. أن يراعي عدم استعمال الصوت الاستعمال الصحيح للإنسان، أن يكون المبيد النوع لا ما يكون موجود في التربة يعني ما يكون في الزيت فيه، أن يكون المبيد ده طبيعي يعني ما أي مبيد إحنا بنستخدمه. هي دي سلبيات الاحتمال الكلي على مكافحة الآفات. طبعا التلوث يؤدي إلى تلوث البيئة، تلوث الأغذية، التراكم البيولوجي، دي المبيدات يعني من أضرارها يعني التراكم البيولوجي، الأضرار في الكائنات الحية، تعقيد المشكلات. يعني ممكن الآفة تتعرف على المبيد فبيكون في أوت بريك للآفة، يعني لو أخذت منه كثير وخلاص تعرف عليها ما حد تركز يعني تأثرها، فيها تكاليف الإنتاج برضه أكثر يعني. المكافحة بالتشريعات الزراعية دي زي المكافحة بالحجر الزراعي، عندنا حجر زراعي داخلي وحجر زراعي خارجي. الحجر الزراعي داخلي يعني عدم دخول الآفة من مكان داخلي في مثلا السودان من مكان لمكان آخر. والحجر الزراعي الخارجي ده انترناشونال وعليه تشريعات وآفات وقوانين، يعني ممنوع دخول آفة من بلد لبلد ثاني إلا بواسطة إلا تكون متعرفة في كارنتين بس، وأنا كارنتين بس. الكارنتين بس هي الجاية من بلد ثاني يعني، والنين كارنتين بس هي الموجودة أصلا يعني أنا أصلا عندي في السودان عادي ممكن يجيني محصول أو أي منتج من أي دولة ثانية في نفس الآفة ممكن أستخدمه، لكن لو ما لو لو هي نين كارنتين بس يعني ما بخلي أي حاجة تجيني من أي دولة ثانية يعني. وكل دولة عندها تشريع وعندها قانون،
النهاية بيدفعوا يعني عندهم أغاني متفق عليه عالمي. تعرف التخلصات الطبيعية ممكن الهرمونات والهرمونات والتعبيرات كلها مستخدمة في كتل الآفاق والأضرار الآفاق والتعقيم بالأشعاع الكيميائية. مبيدات من أصل نباتي في الجاذبات دي مستخدمة في مكافحة الدوار الفاكهة، وطبعا الفاكهة دي يعني هي عندنا في السودان. ففي هرمونات بيعملوها في عنبرة تقريبا بيستخدموا دي كتير يعني في البقول وكده. وفي ثاني مضادات التغذية وبرضه في المخصصات مثلا من نبات النيم وغيره استخدام الفايدة الهرمونية دي الفاكهة بدل المبيدات. المبيدات من أهمها هي استخدام الآفاق الزراعية وأجري عليها كثير أبحاث في الدروس الزراعية وغيرها وتواصل النتائج، وهي تتميز بأنها سهلة التحضير والصناعة وقليلة التكلفة وغيرها يعني، وصديقة جدا للبيئة يعني، وكما أنها غير ضارة للإنسان والحيوان والنبات. من أهمها شجرة النيم. شجرة النيم عملوا عليها دراسات كثيرة في البحوث الزراعية في السودان وغيرها، وتوصلوا لأنه شجرة النيم أول حاجة فيها بتستخدم ممكن تستخدم في مكافحة الآفات من البذور من الأوراق من البذور وبطحنها ووضعها في مثلا آفات المخازن كباودر يعني في المخزن بدل المبيدات الطبيعية المبيدات الكيميائية. حضروا منها تركيبات بيحشوا بها النباتات لمكافحة الأمراض في الحقول، وطلعوا منها برضه زيت، والزيت مستخدم برضه لمكافحة كثير من ودي من الأشجار المهمة جدا جدا عندنا في السودان يعني، أجروا عليها بحوث كثيرة جدا جدا وهي يعني مفيدة، وحاليا عالميا استخدموا شجرة النيم في المكافحة. وتعتبر من الأشجار سريعة النمو طبعا، بسيطة ممكن نستفيد منها في التصحر في الصحراء وفي غيرها، وطبعا هي شجرة عميقة ودورة آلاف السنين من الأشجار اللي زرعت في كل مكان، حتى في السعودية في اللهم صل على سيدنا محمد في مكة في عرفة ظل يعني محتضرين خليج شجرة النيم بذورة بذورة أوراقها كلها شجر بيستفيد منها الحمد لله. الحاجات اللي حمانا بها الله وهي تفيد فعال جدا جدا. ثاني من اثنين شجرة الكافور، والكافور فيه طبعا سمع عليه بأن الكافور يستخدم مرسوب الأوراق لأفاق المخازن أيضا، وعنده خاصية خارقة للأفاق ومانع للتغذية وظهور الآفات ذات اليرغات يعني، لما تحط نبات الآفة من الكافور في منطقة ما حتى في ما تخلي اليرغات تنمو، بالتالي ما يخلي صور الحشرة تنمو. يستخدم في علاج الربو والكحة وضد كنبات طبي يعني مثل. وصف الله تعالى الكافور في القرآن الكريم إن الأبرار يشربون من كاسا كان مزيده كافورا. النباتات مهمة جدا في المكافحة والعلاج الطبيعي. هذه شجرة الكافور، ده لبان الكافور يعني طبعا لكن يربو وطيبه فيه. عندنا نبات الحلبة برضه من المبيدات المهمة جدا جدا في مكافحة الآفات الزراعية والحقلية، ويستخدم برضه أوراقه وبذوره عن تكثيفه وشحنها، ويستخدم فروعه وصيغانه كل النبات والهرجل يستخدم. وأنت حاليا في السودان مستخدم في مكافحة الأمراض البكتيرية بالذات المرض البكتيري في الليمون، يوضع في مجرى المياه والمياه يعني يحط في أكياس يجمع يوضع في أكياس ويرجع في مجرى المياه ويستمر ويتصل النبات وإن شاء الله
مكافحة للأمراض الكبيرة، الرئة يحفظ ويعبر بأكياس صيف ويوضع في مجانين وين الموية. أيضا يطلق على أوراق الماء في تتبع 3 ساعات ويستخدم مركز مائي بيرش على أجزاء النبات، كل أجزاء النبات يوصى بإضافة 10 جرام من المكسوف الطيب. هذا هو نبات الحاجة، يستفيد منه كليا كل النبات. السودان فيه كثير من النباتات الطبية والعطرية، وفيه من النباتات المكافحة المستعملة لمكافحة الآفات، وده هتكون صديقة للبيئة ونتخلص من المبيدات، لأنه عندنا كمية من المبيدات في السودان هنا حاليا. هي ريسيديو، يعني قاعدة في التربة، قاعدة في الحاجات في كل المناطق يعني. فلو نحنا كثرنا ودرسنا وركزنا على النباتات الطبيعية وانتجنا منها المبيدات، فإن شاء الله هنحمي صحة المبيدات بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربنا يوفقنا يا رب العالمين. في مبيدات تركز معاك على الفروع، تخيل دي مبيداتنا يا جماعة. شكرا جزيلا، ربنا يوفقك. شكرا جزيلا باشمهندس سادة، باشمهندس سادة جاتنا أمس يا جماعة من السعودية عشان تقدم لنا الورقة دي مشهورة. مشهورة والله، نفتح الآن نقاش أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاطمة عبد العامر، مديرة القطاع البستاني في ولاية السودان السودان. أول حاجة الشكر والشكر والتحية لكل الحضور لمقامات بستانية وكل بستاني قاموا بخطو، واحتفل لما أعرف الأول يعني بخبرة محمود وكل إنسان الحضور. عشان ربنا يعني يرد فرصة البلد. أول حاجة بتكلم عن بعض الإنسان حاليا بيسبوي يعني 12% يبغوا فيها مساهمة القطاع الإسلامي في الدخل القومي. إحنا كمنتجين إنتاجنا أكثر من كده بكثير، يبقى عارف ان كيف ما قادرين. انت ما قادر تفكر بس الاسواق العالميه ليه؟ في شنو المشكله؟ المشكله مش السياسه بتحلها، المشكله كواليتي، كواليتي اللي احنا قادرين عليه. تمام؟ فدي واحده. الحاجه الثانيه، القطاع الاسلامي في ولايه السودان عنده ميزات نسبيه، ولايه السودان ولايه اسلاميه 100%. تمام؟ هي اسلاميه 100%. إذا كان القصة على ولاية السودان هي في الإنتاج البستاني أو في الصادر البستاني، هي مرتبطة مش هي مرتبطة. إحنا عندنا الوزارة المانجو كل سنة عدد عشر، كل سنة عدد شهر 10 12 12 من شهر 12 عنده إسهال حاجة اسمها الكليب. هسه حاليا المانجا إنتاج وفير كويس، زهر الوقاية تمام. عندنا الجريب فروت واجود انواع الجريب فروت 2 ويكس، البرتقال 2 ويكس شهر 7 وشهر 11. عندنا برضه المواد الليمون كل سنه، الموز كل سنه، عندنا كل اجود انواع الموز شغالين على الموز حاليا. عندنا الجرام، عندنا 4 اصناف، عندنا الجرامين
ويليام ويليام حاجي كويس عندنا أدوار بس موجود أنا رايح الولاية اللي هي تشتغل 4 أصحاب إنتاج وكيل سنة في ولاية سنة ينجح في التزام الموز العالمي كوستاريكا إكوادور يعني الموز ده في ولاية سنة 100 100. لو ركزنا على إنتاج الموز في ولاية سنة هو حتى بيتكلم عن عن الاستمرارية الاستمرارية ده سيستم سيستم احنا حاليا بنقدر نجيب بنات يفتح لك الشارع يكون فارمري فارمري لازم يكون سيستم واضح لازم يكون سيستم واضح. فالقطاع الاسلامي قطاع مهمش كان مهمش حتى 94 ما زال مهمش ما زال مهمش قالوا لو اعتمد عليهم اعتمد عليهم في الفايت كتير في ترتيبات معينة كده القطاع الاسلامي جالس وقطاع خاص هذين بتاعها حتى الكونفدرالية تحت اللي بتكتب الضرائب يعني ناس تسترق عملات سرقة. القطاع الفلسطيني هذين عشان احنا محتاجين ايش الفلسطيني لحد الان احنا ما عارفين عندنا كم شجر عندنا كده محتاجين مركز التعبئة ننظم نظام الميزانية في جمعيات في جمعيات تعاونية تمام 150 جمعية وأكثر من الطاقة الشمسية تمام؟ الطاقة الشمسية بس هي دايما بتشوف يعني مشاكل المويه والجازولين هي تقريبا اتحلت. يبدأ نحن السوق أسي المزارع مهبط هو بيخلي الموز ينجب الشجر لأنه لو وداه السوق ما في حاجة تمام؟ الوقاية طيب أنا قبل الوقاية بتكلم عن الدونيشن المفروض أنا برأيي إنه كل ولاية تتخصص في حاجة واحدة جنب هنا اللي هي المنطقة الشمالية دي ونهر النيل سبايسز نحن ليه نهدر فيها؟ إنتاج ما 100 100 تمام؟ مانجا موز كسرة سنان الدونيشن لازم تكون متخصصين في المواد ناس من هنا من قطر عايزين موز تمشي سيناء عايزين تربية وعطرية يمشي مهرني دايرين بنا تمشي شمالي تمام وتخصصية مهمة لأن فيها الجودة فيها الاستمرارية. بالنسبة للغاية والله إحنا حتى في القطاع الفلسطيني الآلة دي ما بتأثر مع الصلاة أو الدك وبدأت آلة قومية ما بيشتغلوا فيها حاليا عندنا الوايت فرايدي لو ما لم في السجل القومية ما فيها شغل ما فيها شغل أسيح عليها عند الكنتر التهالينا من الموالي الكنتر ده لحد الليلة ما بيضاع في قومية عشان كده ما فيش شغل ونحن نمشي للناس أطب ونعمل مين عند الحجر إذا ما شغل لازم يكون في جدية. إحنا كنا في تركيا شفنا البحوث الزراعية تبع المزارع في البيت وسام سايق الشغل بتاعت السماء أغلقت المزارعين هنا وشنو يدفع الفلوس يدفع علينا احنا بعد ما بنشتريه لانه قطاع خاص مش عايزين نوصل مع نتعامل معاهم القطاع ده ونطوله يتحمل المسؤوليه وصلت عليها عايزين سبورت معانا السيد الوكيل عايزين سبورت انا عشان الشباب يعلم انا ماشي على دراسه هو قطاع خاص قلت له انا ما تقدرش اكبر ما اقدر اشوف القطاع الخاص ولازم يتعلم ترجع كده الكلام كتير وعلى قولة الوجع عادي تمام الزونيشن يا ريت الجمعيات دي هي ممكن تعمل مراكز تعبئة داخل لكل جمعية بتقول عبر الجنوب عبر الخيمة تعمل مراكز تعبئة تعبئة تجهز لكن محتاجين من الدولة السياسة ما في قدرات تدفع تشوف الشارع يبوظ الموز كان كان ميت حد وقت الشغل عشان حاصل معلش احنا بنعرف السودانيين بنتكلم وقت الشغل عشان حاصل هذا الموز الاجنبي شغل الدخل الاجنبي ما رجع من قتلان وقت الشغل بتاع الصبر معلش الكلام كتير لكن شكرا جزيلا لك.
قدري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. محمود البرمول أحمد، كلية الزراعة جامعة الخرطوم. واحد، أول حاجة يعني سعيد جدا والله، يعني الإخوة بروفيسور جعفر دكتور إبراهيم من هنا، سنين ما شفته ولقيتهم اليوم طلابي وطلاب طلابي، برضه لقيتهم اليوم، فأنا سعيد جدا. وأشكر الأخ جعفر على مقدمة لي الورقة بتاعته، هو قال لي على عجلتي، قلت له كان ما على عجلة تعمل سن يعني. أبدعت إبراهيم والحمد لله، بس أنا ما هتكلم كثير، هبدأ بالحاجات الإنجليزية. أنا دائما قاعد أتكلم عن الحاجات الإنجليزية، المحلية الموجودة في السودان. يا جماعة والله لو مشينا كان جبال النوبة، جبال مرة، مشينا شرق السودان أو المناطق بتاعت الأنبسنة، في حاجات كتير جدا جدا، كان نباتات عربية وتركية، كان فواكه، كان خضروات، خضروات بتضربنا في الخريف، احنا قاعدين ناكلها، اسمها خضروات بتضرب في الخريف ناكلها، كان السلطة يعني عادية جدا. أنا أتمنى إنه الناس يعملوا يعني تطوير للأشياء دي، مهمة جدا جدا. طيب الشيء الثاني، الانسان كنا نتكلم مع الدكتور محمد صالح عن الانسان، وهو شريك، هو مظلوم في حته، وهو برضه بقى يعني بقى في مضر في حته واحده في حته ثانيه. ما اعرف يعني انا كنت بقول الانسان مظلوم، هو مظلوم. يعني مثلا التوسع اللي حصل، التوسع الحضاري، احنا كنا في المفضل في الستينات، معلش يعني المنطقة بتاعت الأبيض دي كانت معاصرة بأشجار الأعشاب، منها يعني يطلع السمك، منها طبعا الزحفة الصحراوية، بقى الزحفة الصحراوية فجأة احنا بقينا المنطقة يعني مثلا من قرطبة للأبيض زي 10 أو 11 كيلو، كانت فاضية مليانة بس بشجر الأعشاب، كلها خلاص كلها دي مسكنين. أضرب المثال، هذا المثال ينطبق في الخرطوم وفي محلات كبيرة جدا جدا. وده أنا بقول الإنسان هو ما مفروض، أصل هو مظلوم لأنه جاء من حتات فكان فيها تصحر عشان يقدر يعيش. طبعا بقول الدولة كانت تعمل تدين الأشياء اللي نحن حقنا نركز عليها. الأشياء دي كلها في النهاية كانت بس في حاجتين أو ثلاثة. المادة طبعا أهم حاجة، التدريب والتواصل، التدريب والتواصل والتوعية، التوعية مهمة جدا جدا. النشاط اللي نسأل المرأة برضه، يعني ممكن شفت في منطقة البطانة، مشينا لهم زيارة ومشينا في منطقة الشمال البطان، في كان مشروع اسمه مشروع البطان، وفي البطانة في جمعيات أو في نسائية عاملة جباريك. الجباريك دي في البطانة مثلا أنتج منها حاجات زي كأنه عملوا زي ما تقول المال الدوار، أوكي؟ يعني ممكن يشتروا لهم، عملوا لهم في منطقة الصباح دي، عملوا لهم حاجة زي يعني بنشر وحاجات دي، يعني بدي يعملوا كمان تعطونا. طيب الحاجة اللي ممكن قبل الأخيرة أو الأخيرة يا بروف جعفر، أنا أفتكر الصناعات المنزلية أو المحلية مهمة جدا. يعني كده نضرب مثل في الهند، السكر حاجة اسمها جدري، لكم كلهم سمعتوا، الجدري بتصنع في المحل في بيوت، في بيوت يعني ممكن يكون بيت صغير جدا، بيت مساحته كلها 200 متر ولا حاجه زي دي، يكون عنده مصنع صغير جدا جدا في السكر. طيب اتكلم لنا ابو جعفر عن الصلصه الناشفه، والناس طعمه جدا، طعمه جدا احسن من الصلصه اللي بنشتريها في الفستان ولا الفراشه ولا الحاجات اللي بنشتريها. كان عن زمان المخادله تقطع الصلصه دي، تقطع الطماطم دي، تشوها، تنشف، تحطها، وبعدين طول السنه. لما تطور شويه كده حتى في البيت كنا بنعمل الاتي، يعني صار طماطم، يشتري طماطم كتير جدا ويسخنوها وياخذوها وبعدها يشوفوها او يخلوها كده لغايه ما تنشف، تنزل المويه في الشاش، الشاش العادي بعدها تحطوه في الكوبايات، والطعم بتاع الطماطم كده طبعا من احسن من السلطه اللي بتشتريها ورخيصه جدا، دي من الاشياء. فانا كنت احب اشجع الصناعات المحليه، بما اني كنت في الحته دي برضه كده قلت شفنا الحمير والارض بتاعت المانجا في الموسم. انا بتذكر كنا مشينا الجنينه، لقينا خريجتنا اسمها سعاد الضيف، تذكرها تماما، فكانت عامله لها يعني
عمل الشلال بتاع الكلام ده، التشييد عادي جدا. ليه ما اعتبرت حاجات دي بتكون هي القيمه الاضافيه؟ شكرا يعني بتصير حاجه من الثمره بس على الـ على الـ بالنسبه للوقايه. الزمن يا جماعة معلش، شكرا. هندي فرصة للزوم. انتوا دكتور عاشق بتزيدوا اكثر من ما في أسئلة في الزوم؟ أوكي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بحاول يزيد ولاية نهر النيل. أشكر المربي حسين على لكن في حاجة ما اتطرقت عليها، يعني بالنسبة للتسويق بتاع المنتجات السهمية على أثر الحرب يعني عليها، كويس؟ أنت ذكرت كم فرصة في السودان، على أساس إنه إحنا عندنا 6 فرص تتميز بها الدولة يعني. يلا طيب هل بعد ذاك المعالجات شنو؟ عندنا مهددات برضه، المعالجات والحلول ليها شنو؟ إذا كان أنا هسه حاليا في أثر الحرب ما عندنا تسويق للمنتجات الثانية، ولحد الآن المزارع ممكن يكون مخزن على الأشجار إنه هو ما لاقي تسويق، الحل شنو في الحتة دي يعني؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن بن محمد، أستاذ الجامعة السودانية. أنا أول حاجة أشكر الحضور وبشكر بروفيسور يحيى حسين يعني على السياحة الكبيرة اللي قدم علينا على الاستثمار أو التحديات الواقعة في الاستثمار الزراعي في السودان. لكن أنا قبلها وجهة الكلام ده للأستاذ عوام. الحين كلنا قبل كل الأيام وقاعدين بتقدم اوراق بتقدم ملخصات لهذه النقاشات اللي بتكون موجوده في موقعها وين بعد هاي الاسئله. ده يعني ما تبقى هي عباره قاعده هنا وتنتهي. انا اتمنى انها العصر الذهني الكبير اللي تم عند الناس هنا يصل، يعني ما تبقى هي فعاليه وانتهت. ده هو الصيانه الاولى. الحاجه الثانيه دائما ممكن الورقه الاولى اللي تكلمت فيها الاستاذ انا منهم كان مقدم الزوم مصالح مصالح اللي هي هو بيتكلم عن يعني انا كان حاولت اربط ما بين الكونفليكت بتاع اليتيم وبين الفود سكيورتي. يعني دي واحده من الاشكالات اللي هيعاني السودان في المرحله الجايه. يعني الحزابي والكونفليكت اللي بتكون يا جماعه ممكن غير الحاجات اللي هو قالها التداخل ما بين القوانين والسياسات من المستوى المحلي حتى المستوى الاتحادي، ودي قاعد تدخل الكثير من الازمات والمشاكل اللي تحصل بين الكابيتال اللي حاصل بين السوشيال وبين التريبل كونفليكت يعني في ذات المجتمع. الدار بروج احمر، احنا الان في السودان عندنا التحديات جزئيه مهمه جدا وهي خصما على الزراعه اللي هي مشكله التعدين الاهلي. هو خصما على الزراعه في البحث في دور الارض وخصما على الزراعه في راس المال البشري. وممكن انا عملتها كانت دراسه ممكن الان لو انت عملتها ثاني دراسه انا عملتها 2019 2018 2019 ممكن ياخذ 4 ولايات. الاشكاليه الاساسيه انه الان اغلب الناس في القطاع الزراعي شغالين هم اعمار كبيره شباب ما موجودين. دي واحده من التحديات يعني كيف نعالج هذا الاشكال مستقبلا اذا كان المورد البشري الشبابي او الاعمار المنتجه هي الامر في القطاع الزراعي لانها ماشي الحاجات اللي بتجيب قروش سريعه، وحتى الدوله بتدعم القطاعات اللي بتدي قروش بسرعه. يعني القطاع الزراعي بحيث انه لازم كل 3 و4 شهور يمكن يكون منتج، يمكن هذا الموسم بيكون غير ناجح. عشان كده تلقى دائما اهتمامه او وزير الماليه اهتمامه بقطاع التعديل بقطاع النفط وبترك القطاعات اللي هي دي واحده من التحديات حضرتك وكيف نعالجها مستقبلا. هي مشكله التعديل الاهلي وتأثيره على القطاع الزراعي بحيث الأرض وهي الآن الأرض ممكن ترجع ثاني، وفي نفس الوقت الشباب كلهم انتهوا للقطاع التعديل وتركوا القطاع الزراعي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. الشمهندس شكرا جزيلا، شكرا للمحاضرين.
بس فحقيقة أنا شخصيا استفدت كتير. مرة تانية أنا نعيم المهدي، شكرا للحاضرين على التقديم الممتاز، حقيقة شخصيا استفدت كثير وسعيد بالموجودين. بالنسبة للمحاضر الأول دكتور محمد صالح، هو طرح المفهوم لكن جمعه مثلا تحت المكافأة اللي هو وقت التصحر والتعويض. في تجربتنا نحن المسألة التعويض ووقف التصحر وربطه بأصحاب المصلحة السيك هولدر، وكان الحكومة والمنظمات أو منظمات المجتمع المدني في ظل الغياب الدائم لأصحاب المصلحة المباشرين، باعتبار أنه المجتمع المدني هو يعبر عن أصحاب المصلحة. بالتالي على الدوام يكون في إهمال. ليه؟ لأنه طالما أنه ما موجودين أصحاب المصلحة يبقى الفايل إذا وجد فايل أو في فند اللي هو بتخصصه المنظمات ما بيمشي لأصحاب المصلحة الحقيقيين المربوطين بالظاهرة. فالسؤال كيف نزاول ده بحيث انه نعمل عمل فيه مراعاة لأصحاب المصلحة في حل لإشكال الزراعة الدائم وإعادة استثمار الفائض في المناطق تحت الحل. بالنسبة للبروفيسور جعفر ده هو تجديد ممتاز ما نقدر نتكلم، لكن ما هو جاء المنهج وهو حكمنا بالمنهج، لكن احنا ما بنلقى بروفيسور يحضر ده كثير. كنا نطمح بالاضافه للسواد وحتى يجينا توصيات. ايوه انا افهم انه تحديات وتحويله الفرص وكله، لكن احنا في جلسه زي دي ما بنلقى بروفيسور يحضر كثير، نطمح انه ناخذ توصيات. حاجه اخيره المحاضرة الأخيرة إنه نحن بالذات نتكلم عن المساتين وبنتكلم عن الاستدامة، لابد من الكلام عن الآفات القومية والتصعيد على الآفات. نحن زي ما ذكرت المديرة بالنسبة لنا في السودان وفي النيل الأزرق يكاد إنه نفقد بعض المحاصيل بسبب الزوال بتاع الفاكهة. دي ان احنا ممكن نفهم المحاضرات دي كلها انه احنا نتكلم على البوتنشال ومدى نواجه التحديات نحولها للفرص. الان في المكافحه خاصه في السنه اللي فاتت ان احنا محتاجين انه لاعاده التصنيف بحيث انه نقدر نحافظ على المواد اللي تشتغل على السستينابيلتي، اذروايز احنا بسبب ذبابه الفاكهه والى الان ما عارفين الاثر البيئي اللي بيتركه الصد بتاع المصدر. نحن محتاجين لاعاده تصنيف وتعديل الافاق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. خليكي ناخذ هنا ونجي فرصتين هنا اخر حاجه نكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. عواطف عبد الله وبشكر وزاره الزراعه هي اداره المصرفي. أولا أنا حارد على بروف يحضر بروف عبد المجيد، إن شاء الله إحنا التوصيات نشيلها ونوديها. المشكلة ما في إننا نشيل التوصيات، المشكلة هل إحنا لما نودي التوصيات دي الجهات العليا المسؤولة هتنفذ لنا وتدينا التمويل ولا الحاجات اللي إحنا عايزينها عشان نشتغل بيها؟ دي الإشكالية الكبيرة. هل إحنا على مدى من الطلاب في الجامعات بنحضر مؤتمرات، بنحضر ورش، بنحضر سيمينارات، وكلها الناس بتتكلم عن مشاكل الزراعة، وكلنا بنلف في نفس الحتة في إنه نحن بنرفع توصيات لكن بدون عمل. فدي إشكالية أكبر. فأنا بفتكر إنه المفروض الناس تكون تعمل لها ورشة إنه السودانيين كيف يشتغلوا على حتة العمل بس. خلينا نشتغل على حتة العمل، لا الورق كله موجود ولا كلها موجوده والحياه دي كلها موجوده. بالنسبه لبر الكحفر احنا اكبر حاجه ممكن تواجهنا في الصادر البستاني
اللي هي المعايير العالمية. احنا بقينا هسي في دولة او العالم فيها سوق مفتوح، انت وشطارتك انت وجودتك وانت وميزة المحصول بتاعك الموجود. فاحنا ما عندنا الجودة، خلينا نتكلم بصراحة يا بروف، البحوث ما عندنا الأصناف العالمية بالذات للخضر. احنا كل الأصناف بتاعت الخضر بنستورد بذورها من بره السوق، بالرغم من انه انت بتقول انه البحوث الزراعية البستانية من عام 1964 او 46، هي مكتوبة كان 64. فوين الأصناف الأساسية اللي تم تربيتها وإنتاجها في السودان على أساس إن الناس ما تستورد كميات كبيرة من التجاوز تحت البذور، واللي هي بتقوم بسعر غالي والحكومة بتحصل عليها بس مزارعين محددين اللي هم المزارعين الكبار. ونحن القطاع المساري بيعتمد كله أو 90% منه بيعتمد على المنتجين الصغار. دي مشكلة بتاعت البحوث. الحاجة الثانية بتاعت البحوث، مش شفافية، عندهم أبحاث كثيرة لكن ما واصلة لوزارة الزراعة. أنا شغالة في البساتين، أنا شغالة في البساتين 2000 و 2001 اشتغلت في البساتين. أنا ما عرفت في أنواع من البحوث اشتغلت في البساتين إلا 2011 ولا 2012 لما اتكونت لجنة اسمها تطوير القطاع البستاني، وتم فيها كل الخبراء من جامعات من بحوث وكده، حتى اكتشفت انه في بحوث شغاله في البساتين وشغاله في اصناف، لكن الاصناف بتاعتنا احنا كبساتين ما عارفين. انا كبستانيه وشغاله في البساتين ما عارفه، ما منتشر. كل الاوراق دي بتتعمل وبتتخطى للاسف الشديد في الادراج. وداير اقول حاجه ثانيه، خلونا نكون برضه صريحين، انه شغل البحوث ذاته يكون الهدف منه في الفتره الاخيره بقت ورقه عشان تديك درجة علمية، ليست بمشكلة، ليست لحل مشكلة موجودة في القطاع. الحاجة اللي دايرة أقولها للأستاذة فاطمة، خليها تجاوب في المية، خلينا الناس تقول الأسئلة. أنا دايرة أقول حاجة للأستاذة فاطمة في الحتة بتاعت برضه بروف جعفر، قال عندنا موجة كثيرة موجودة في جنوب كردفان وموجودة في مناطق كثيرة. للأسف الشديد الموجة الموجودة في السودان 70% منها أصناف بلدية، والأصناف البلدية معروف عنها إنها ما بتنتج كمية من المركزات. فأنا لما أعمل لي مصنع وأجي أجيب لي كمية من المانجا وفي النهاية يكون الناتج بتاعي بسيط، فما في حيكون في فائدة. إحنا المفروض نفكر في إنه كيف إحنا نعمل إحداث للمانجا الموجودة في البلدية بمانجا بأصناف ذات جودة، على أساس إنه ممكن تكون إنتاجها عالي، ممكن تعمل منها مركزات. أستاذة فاطمة قالت اتكلمت عن المعلومات، والمعلومات احنا بالنسبة لنا في السودان ال 12% دي هي حاجة تقريبية. احنا عندنا برضه من المشاكل اللي بتواجهنا في البساتين الإحصاء المعلومات يعني. لأنه البساتين محاصيلها كثيرة، نتكلم بوضوح. حتى احنا لما نمشي للتخطيط ونقول لهم ليه انتم ما بتشتغلوا المحاصيل البستانية في السيرفي بتاعكم اللي بتعملوه، يقول لنا البطاطس عنده 4 اصناف، احنا بنشتغل لهم كيف؟ المانجا عنده 34 صنف، احنا بنحسب لهم كيف؟ التكلفه بتاعتها عاليه شديد. فالتكلفه العاليه بتخلي انه الناس ما تشتغل عن المعلومات الدقيقه. يعني احنا هسه نتكلم عن السودان موجود فيه كميه من الانتاج بتاع المانجا، عندنا مانجا نمره واحد 10 شهور قاعد. لكن الليله لو جيت يا فاطمه قلت لها 10 شهور، انا داير اكون باسبوع 5 طن، ما حتقدر تطلع، ما حتقدر تطلع لي الكلام، لانه نحن بس عرفنا انه فيه لكن شلون فيه، وهل بيصح صادر، هل ممكن الناس ترغب فيه. وشكرا لكم عشان ما 3 دقائق. الزمن يا جماعة عشان بعدكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نترحم على الأستاذ بروفيسور ربنا يتعبر وهو الحسن على الصحابين وصحابة ذلك النجوم. وأي يوم اهتديتم اهتديتم، إحنا إن شاء الله هؤلاء عندي كلكم نجوم. صراحة أنا الطاهر السلماني محمد من عالم المهندسين، يعني مهندس الكيمياء والكهرباء، لكن يعني جد نشاط الأولياء
مجموعة النيرة المحاضرات وكذلك سجل كلها كلهم محاضرات نيرة وفالي دكتور جعفر بروفيسور جعفر ذكرت يا سيدي الشيخ بالنسبة لل أو هذه السيرتيفيكيتس ليش يا جماعة هنا كل إنتاج بينج برا والدار مصر تطلع شهادات أو أول أور برودكت أو برودكشن أورجانيك كلها وعارفين يا جماعة كلمة أورجانيك قيمتها ليش الشيخ ما نفع زيت النشاط عشان يقول للدايما ميد السودان واحد نمرة اثنين الولايات زي ما كنت ولاية زي ما ذكرت الدكتور فاطمة سمنان السنة اللي فاتت كنا موجودين في معرض الزراعة بلد السودان من المغرب كان بوشيش يعني حب واحدة بتعمل كيلو أو كيلو ونص والله الهنود بيستغربوا وهذا محتاج وكيل الشاب برضه ورانا جدا من المدافعين إنسان واحد يعني هذا الدولة ولا الإنسان هو دولة باعتباره أنت وعمل نحن لماذا يا جماعة كل يوم ننتظر وللأسف كان السنين اللي احنا نعدي سنين نحن اللي نحن لو ما تكلمنا الآن كان كلامه كبير يعني وين هو الكلام؟ من الآن يا جماعة يا هؤلاء النجوم شان ربطوا الطويل رهيب بروفيسور بروفيسور كلكم أعمارهم طويلة أنتم مجتهدين حقيقة يعني مقدر بأنكم مكتوبكم ده مقدر بأنكم صبرتم الفكرة دي كلها يا جماعة الآن ماشي زي ما قال مثلا عواطف كلها تكون حديثة الأغاني ليش؟ بنتكلم كل ده الإسلام اسمه يا أبونا يا جماعة بقولكم تزوجين برضه المرة الأخيرة كررت عليك هل الإنسان يعني رجل مستمتع أنا مستمتع مجال الزراعة شوية إذا رحت لي مسافة بسيطة من خلف المسافة بروفيسور زنجبيل مساحته 40 سنتيمتر في كريم جايبه من الشوارع زنجبيل جربته جبت من يوغندا التجارب كانت كل حاجة ليش ما نقوم هذه الأفكار وليش ما نشتغل ولو بالبيات ليش ما نشتغل في برامج أفراد نخلي الدولة خلاص إذا كان ما مهتم ما مهتم يجي وعمل زمن ولايات كلها السلام الجزيرة أنا أعمل الجزيرة لماذا يا بروفيسور وصلت لحد الأيام فدوا علينا فدوا علينا برضه بجي قصوى يعني تزوروني هنا في المكان وتقولي ماذا تحتاجون في المنتجات؟ هل تفهم التركيز؟ تريانس هو الشيخ الوثيقة اليمين شو التركيز؟ شو الميديك؟ عشان ما نضع جمال عذر في انه شو اسمه وانا انمي من الاقصى بتمنى ان الله سبحانه وتعالى في هذا الحق اتمنى من الله ان نعود الخير لاهلنا دفع الضريبه عشان نقدر نتعلم يعني بفكره الضريبه أنا أقول لكم أنا ما أريد أن أجيب شكرا جزيلا. هناخد سؤال من الزوم ونرجع نحل السؤال معلش. ألو ألو السلام عليكم معكم حسن عبد النور السلام عليكم تحياتي للمحدثين الثلاثة دكتور محمد صالح وبروفيسور جعفر وأستاذة نادية أرجو أنكم تتواصلوا معي في الخاص لأنه في أمور كثيرة عاوز نتكلم فيها يمكن تعليق بسيط على كلام دكتور محمد صالح المشاركات المجتمعية في تثبيت الكثبان الرملية في قصص نجاح ضخمة جدا في شمال كردفان وفي النيل الأبيض جوز أبو كلاب وشمال بارا ومنطقة جريجخ دي كلها مجهودات بتاعت مجتمعات في تثبيت الكثبان الرملية باستخدام طرق بيولوجية هو البرخ والحنظل وأشياء من النباتات دي وكده فدي قصص نجاح عاوزة شوية هايلايتنج عشان تعمم يعني لكن أرجو من المحدثين الثلاثة يتواصلوا معي في الخاص حسن عثمان عبد النور شكرا
تصل الجامعة عشان الزمن بعدها يكسب حد السلام عليكم، أنا إبراهيم أحمد المكي. شغلتي المساكين حوالي 50 سنة. الحقيقة أنا ما عندي صغيرة، لأنه الثلاثة محاضرات أو المحاضرين أوفوا وزادوا، والحمد لله رب العالمين. الحقيقة كان الوقت طيب. بالنسبة للتصحر، أنا أركز في شغلنا مع المنظمات العالمية، أنا ما بتاخر، لكن كانت أفضل طريقة لإيقاف التصحر شغل المجتمع. كنا بنعمل حاجة اسمها الكوميونتي بيس اورجنايزيشنز، الجامعة الجمعيات، وكلهم طبعا أغلبهم يكونوا نساء، إلا كم يعني كم شخص كده من الذكور عشان يساعدوا في نقل الأشياء. وكانت بالنسبة لنا عملناها في جنوب كردفان وشمال جنوب دارفور وشمال دارفور وشرق دارفور، وكانت ناجحة جدا. وطبعا هم الستيك هولدرز في الناحية دي بيكونوا مهتمين بالشغلات اللي أنا مدخلهم بعد الأشجار المثمرة والأندر كروبينج بتاع الخضروات. بالتالي الناس بيكونوا ستيك للأرض. لكن زي ما قالوا الدكتورة، قالت التمرين من وين؟ كانت من الـ NGOs، وكلكم بتعرفوا الـ NGOs يعني أنشطتها، وبنعملون إشاعات من الناس، وأهم ما في الأمر من الجو كورسات بتاع التدريب. ده بالنسبة للتصحر. التالي في التصحر طبعا التجربة العالمية واضحة من أستراليا ومن وين وفين، وأنا كنت دائما في الأمم المتحدة وخاصة بالإيفيو فورمز، كنا مشاكل لأنه هواي يوم درونز عشان تشتيت النباتات بتاعت العالم. وانتم عارفوا كلكم محمود مرقش، محمود عارف ممكن النباتات اللي بتكون في العالم، وكذلك شكل الغابات في بداية الخريف بالدرونز. وبالتالي ماشي، ونحن طبعا مخالفين تخرج شديد يعني، وما عندنا أول حاجة في الستيت أوف مايند. في الناحية الثانية بروفيسور بالنسبة للطوابع اللي في فيها بالجامعة العربية المنظمة العربية، كان في لجنة بتاعت تحصد علماء سودانيين وعرب وبتاع، ولنا دراسة واقفة عن توفير ربط طماطم في العالم العربي اللي هو الناس اللي بيجيبوا من الصين. والدراسه كانت ناجحه جدا، وانا كنت الايديتر والترانسليتر بتاع من العربي للانجليزي عشان ويعني انترناشونال شير بتاع شغلانه الامم المتحده ودراسه الكونتي. وعملوا ريكومنديشن في شركه النيل، المنطقه دي كلها نتيجه توفير المياه والمعارف والزراعه، وتوظف فيري بيج بروجكت لكن ما في رفع عصبه وقال حبابه. وانتهت في وقت هذا. بالنسبه للليمون الجاف، انا بديكم يا اخوان معلش عشان ما اطيل عليكم. الليمون الجاف والانتاج، كنت انا مدير البساتين في الرهد من سنه 79 الى 86، وكان عندي 1800 وزاره بيفتحوا 9000 فدان، ما كنا عارفين نودي الانتاج لوين. جاءنا الفكره، مشينا اشتكينا للاي ال او، والمدير كانوا طبعا ناس ديديكيت المدراء والمسؤولين ومعارفين وبتاع. جاءنا الاي ال او ادتنا وكونا الجمعيه التعاونيه، نجد الجمعيات التعاونيه الدكتوره بالنسبه للشغلانه دي، وساهمت في التسويق وفتحنا اسواق في يلا ويا مين، انه لحد ما بقوا يدعونا ان شاء الله صناعات نايمه في كل من القضايف ومدني، ودونا كل في كل حته حوالي 20 مصطبه مرتين في الاسبوع. وكنا مفكرين او بدينا رحله للسودان عشان نمول السوق. الزئين انا الحقيقه مشيت واشتركت الى الجامعه العربيه سنه 86، بعدها
اشتغلت بأشياء تانية، لكن بعد 2000 شوية جيت قلت كل المسائل دي كلها تاني جهلت بيها. بالنسبة للصادرات البستانية أنا وزنبول قطاع كبير من الحكومات والدراسات والكونتربيوشن بتاع الأفكار وكده، وفي واحدة من الكونتربيوشن كان عندنا مجموعات، 3 مجموعات بتاعت فيزيبل ستادي للاستثمار الأجنبي، وواحد من المجموعات كان بروجكت اسمه لاين بروجكت في اخترنا له 5000 فدان في لوكيشن معين. واللاين بروجكت عارف يا دكتور انه نحن الان الليمون بتاعنا بيدرجيتي في جابوزيس ساندومونس التبصرة والجرابروت شوية حبشو، لكن كله يعني بقى. وزي ما قالوا يا جماعة أنا أؤكد إن أنا أعظم جرابروت لأنه مشيت كثير من البلدان العربية والأفريقية جيت أحسن جرابروت، وكنا بنقدمه للوفود اللي بتجي تشترى من البنك الدولي وبتاع في الوجه بتاع الفطور لما يجي أنا شكرا يا في شيخ، المجموع. شكرا الزمن يكفي مراسخة بدون 10 دقائق تماما. شكرا شكرا، بلقاء ألف فائدة، شكرا شكرا جزيلا، لكم بس بيها، شكرا أنا فرافر بس داون لأن كانت جديدة آخر سؤال هناخده من وبجد. كان سنة، بس آخر، بس اختصر الزمن عليك. بس عشان الإجابات ممكن الورشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوان محمد إدريس دلتا طوكا. الأخوان الحمد لله المحاضرين ما قصروا كلهم، والوقت تقريبا ما كفاهم كل واحد يطرح الأفكار بتاعته، لكن البداية الأخ الدكتور محمد صالح تكلم عن التسحب. دي مشكلة عندنا في طوكا، مشكلة كبيرة جدا يعني اللي هي المسكين. وكذلك كانت الباشمهندسة تكلمت عن الآفات، برضه عندنا المشكلة آفات، وما في أي اهتمام من الجهات الحكومية كلها. وكذلك بروف جعفر تكلم على مهددات، مهددات طبعا يعني هو قد يطلع على مكان القلم، والمطلوب الآن النقاط اللي تكلم فيها الجمعيات، الجمعيات تخلي المسؤولية عامة، الناس تبدأ تتكل بس فقط على الدولة. ونحن ما دام اتكلنا على الدولة معناته العمل لا ينجح. لأن الشخص إذا ما عنده مصلحة خاصة ما راح يدافع عن المشروع أو عن العمل ده. جميع الأخوان الحمد لله ما قصروا، والوقت طبعا ما أسأل، وأنا حاليا لو تكلمت الوقت أفضل ما هيكفينا، ولكن في الختام أشكر الجميع الحاضرين على جميع إقامتهم، وشكرا وإن شاء الله لقاء آخر. شكرا جزيلا، السلام عليكم. اترك الإجابات إذا في إجابات تريد بس أدرك. أنا أحاول أختصر يا إخواننا، أبدأ بالدكتورة فاطمة. نعم، خلاص الكلام عندي والله، ونحن زمان بنقول والله محتاجين خريطة، خريطة زراعية مهمة، يعني أمريكا 50 ولاية، كل ولاية وسمية برئيس ولايات، يعني تدفع فلوريدا أورنج ستيت، نيويورك حل الهيصة والسياسة أورنج ستيت، كاليفورنيا الفن والسينما وبتاع ليتس ستيت، سياتل ما عارف في كده. احنا محتاجين، انا اتفق معاك انه سنان دي المفروض تكون ولايه الحصان بتاعت انتاج بستاني للاشجار المعمره. وبعدين زي ما قلت والله ممكن الشماليه يحصل فيها كده، ولا نهر النيل كده، ونمشي يعني على اساس انه التخصص ده هو الطريق الامثل، لكن ده محتاج لحاجه، لازم يكون عندك بنيات اساسيه طرق. يعني كاليفورنيا بتنتج اللطس في كل امريكا، لكن التراك عارف انه يوصل اي ديستنيشن فيو اورز يعني. يعني طيب والله خبر كويس انه الجمعيات التعاونيه تعمل كل شيء، والطاقه الشمسيه ده الخيار، يعني الطاقه الشمسيه دي لها
المفروض الآن يكون الهم يروجيها كيف؟ بروف محمود تطوير المحل، هو تطوير المحل طبعا لا بد منه، ونحن تبريدا يعني تبريدا اي لوكال ماتيريال بالنسبه لنا في نيو ويلز، حتى البصل نحن لا يكفي انه والله نحن نجيب اصناف من برا ونعمل لها اللي هي ترودكشن، عملناها تيستينج وعملناها، لا بس كمان مشكله معظم الاصناف في الفرن هايبريدز، والهايبريدز دي هذا لها جو لها حتى في الطماطم الحاصله السيمبل ليتد لجلالها، لانه عشان يعني الشركات تشتكي تشتكي طيب بدون منتج وراعي الخضره منتج لازم كل سنه تشتري بدون زي ما هسه احنا بنعمل نشتري الاصناف بتاعت الكتب المطورة المحور الوراثية. طيب والتدريب والتعليم ده لابد منه، واحنا اهم حاجه تتجوز انا يعني يحضرني انه العمل المصير المصير بالمزارع هو اهم شيء. انا اهم كتاب صدر في امريكا اسمه فارمرز هيلث، انت تبدا من البدايه، ما بتبدا والله يجيب لك سموذي من المزارع، لانه المزارع ده بتجيب رايي، يعني انا كنت لما امشي اعمل لي جدار استبعاد اقول له والله خلي السبيس بتاع البصل كده والله شمس كده والله عشان ما اطيل، لانه عشان يحفظونه. يعني انا اتذكر في الحجابه قبل ما احصل في هذه المعقيده كنت اقول للمزارعين بتاعي هم النساء والجمال والجبال والكبيره قبل يزرعوا لي مش في الحصان الزعفي، هيا يا عم احمد يا عم يوسف عملت الشهور بصالة كله، لا والله يا دكتور شغلك حضرتكم اليوم 15 ساعة اليوم نحن بنعمل اليوم، لكن احنا والله في الصحاب والعشرة دي ما فاتت ما بنزرع، ويزرعوا بعدي يفوتوني المزارع المزرع نبر في اليوم، يعني انت لازم المزارع لانه والله مرات بيكون عندي معلومه لا تلقاها في النت لا تلقاها في مزارع بسيط، ما انا عارف المزارع قاعد في العمر 90 سنه. قال لي يا دكتور الشنانه، الشنانه طبعا كلهم عارفين بالضبط بالله نزلت هذا القصر، تعال كيف؟ قلت له والله احنا عندنا مزارع لكن قال لي عليه بصمت في المقاومه. شو سؤاله كان السنه الثانيه؟ قال لي انا قاعد اعالجه. قلت له كيف؟ قال لي والله انا بصلي بقربي بدريات وبعيدين. قال لي والله دي معلومه حتى طب معايا الله يرحمه هنا بروفيسور سالم سامح بروفيسور سامح ريون، عملنا تجربة الغرفة اللي تقدر بتاع البطل طلع كلام 100% ونشرناها في البرنامج في الكاميرا، فالمزارع ده مهم صعب معاك عشان عاد المنزلية يس بل هي دي المزرعة حتى نحن موجود في التوجه بتاعنا، نحن الصناعات البسيطة تنهي يعني الآن هم غاروا مليار ونص معتمدين أساسا على الصناعات المنزلية والصناعات البسيطة زي ما قال الأستاذ محمود. طيب التوصيات أخواننا عندي التوصيات، أنا لأني اتبعت السلسلة بتاعتهم هي مغلفة بالمعدلات، يعني أنت لو أخذت المعدلات دي فيها واحد فيها تدلل التعيين معناها فعل التعيين حتى معناها كذا كذا كذا، التخطيط الاستراتيجي ده لابد في كل المرحلة الزراعي الداعم، الجرايات قوانين الشجاعة الاستثمار هي مغلفة هنا. أنا طبعا يمكن عملت هذه الورقة على عجل واكتفيت بالسيستم ده، سأخليها قصة لحد كبير أمشي بسرعة. القوى العامة المشتركة تذكر عليه رحمة الله بروفيسور عجباوي مرة يجيب قرص يا طارق محمود ابتدعوا هو كان اسمه البرودكشن بتاع الجمش، نحن تكلمنا في الكبير في المنطقة دي كان نتكلم عن الزراعة، كان الجمش الناس بيعتبروها يسميه كانت توب،
انا عارف لما تكون تدخل فيها وده بجد واحد من الاخوان اللي هو الدكتور وعبد الشرح ربنا يرضى له خير تمشي تبقى تشتغل بقى وتورينا نيجي نلاقي شوف لا هي ما يعني كانوا اللي كانوا نيجي وضيع ما اتذكر بالنسبه طبعا الشباب الاي تي والشغلانات دي طبعا لكن اذا نحن طورنا الانسان مش الانسان الانسان دي انا احب دائما الناس تفكر في التليفون حتى اسرائيل وات ذا ديفرنس في كثير من الامتحانات البي اتش دي والهلال اخذت عن استاذ علي رحمه الله بروفيسور عبد الله وات ذا ديفرنس من الانتاج والانتاجيه يعني انا ات دزنت مين اني سي انت تقول لي والله انت لازم تكون تطلع 5 مليون شوال بتاع الدور انت فدان ما كان ممكن ال 5 مليون دول فدان بدل من مساحه اكس فدان من اكس ناقص 1 هكذا فنحن الان الانتاجيه بتاعتنا هي التحدي الاكبر والتعديل الاهلي ده الحق الناس يعني نجيب فيه كثير لانه الان ولايتنا احنا النيل هي كانت تعداد السكان بتاع ما يزيد عن 800,000 الليله يمكن تعداد السكان بتاع قرابه 2 مليون والناس الوافدين شغالين في الدهب في منطقه العريديه والتماشي لحد ابو حمد يمكن اكثر من سكان الله فالتعديل الاهلي يخص من على الزراعه الحصيان زي ما قلت التحديات نعم عواطف في عواطف بشكل في تقصير انا وقريب ده عملت مقترح للبحوث ما في ريسيرش في حياه البحوث الزراعيه اورينتد الصادر زي ما ذكرت في بدايه المحاضره يا اخوانا الصادر يطلب الجو الانتاج الصادر يختلف عن الانتاج للسوق المحلي وما في ريسيرش في النيو تكنولوجي الان في محاضر كثيره في ولايه الخرطوم في ولايه نهر الكيف والتغانات بتاعتها خط عشوائي يعني كتاب مش المهم ففي قصور نعم في قصور في الريسيرش في مجال الصادر واما الاصناف يس يعني غير يمكن احنا عندنا شغل في البصر وفي شغل في بعض المحافل الثانية على ليدد باي بروفيسور عمارة وبروفيسور محمد طه لكن في مشكلة كبيرة يا أخوانا لأنه ما في حقوق ملكية فكرية الآن كثير من الأصناف المميزة في السودان وضع يعني ما ممكن يعني الآن يعني حتى مجموعة صايد عمار طلعوا أصناف بتاع التطبيق مقاومة لل يلو ستاند فايروس في العالم وحسب صايد عمار دي شغال في القصة دي أكثر من غرابة 20 سنة وطلع السنة دي من الحمضة لحد ما وصلها في البطيخ لكن للأسف لحد الآن برضها لغياب الملكية الفكرية وطبعا لأنه هو الآن قطاع خاص ما عنده ما في حد يخليه عمليه ريليز و لا بد انه يكون في اورينتد ريسيرش بعض عواطف ذكرت القصه دي يعني كثير من البحوث والله وهذه حقيقه يعني ما نقول كثير من الناس والله بيعملوا ريسيرش عشان يطلع لها 3 4 ورقات ويترقى للاسوشيت بروفيسور ولا بروفيسور لكن الان في العالم كله في اورينتد ريسيرش يمكن الشركة يعني يمكن يقول لك والله الدكتور مهندس بتاع 3 سنة 4 سنة طلع عليه مصنف بتاع بصل لكده 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 مش حواليك ونحن برضه محتاجين نمشي للمرحلة ولكن برضه حياة البحوث الزراعية يعني ما زالت دايرة شوية دعم و شكرا يا دكتورة على الزمن شكرا جزيلا شكرا جزيلا نادي عندك سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم
دكتورة زينب ذكرت الكرب والمراد الحق أيضا في الناس وذبابة الفاكهة. ذبابة الفاكهة هي من الانترناشونال، يعني من الآفاق الانترناشونال، وهي تقاطع عالميا يعني. لكن نحن في السودان عندنا في ولاية النيل المركزات، لأنه ما بصلنا بالذات أكثر في ولاية النيل، وتشهد علينا أستاذة إنه عندنا المكافحة بتاعتها بتهتم بواسطة الهرمونات أو المركزات اللي بيكونوا إحنا من الحاجات الطبيعية، السكر والحميرة وغيره وغيره، لكن هي انترناشونال يعني. أيوه هي عالمية. ثاني عندنا طبعا الانترناشونال تيست اللي هي الجراد الصحاوي، هو الفا واقف حاليا شغالة حتى في ولاية النيل، شغال في أوت بريك في منطقة في منطقة كده، فما في مبيدات جد مبيد ماشي. فيعني لحد ياسر هم مخيلين حاجات في هنا جانا من الصحة الأحمر وغيره. وبالنسبة لآثار المنطقة القومية مسجلة في الآثار عندنا الحشرة الكثيرة الخضراء، برضه ما عندنا مبيدات، عشان كده نحن لازم نركز على المبيدات الطبيعية المستهدفة، مثل يعني مثلا أحيانا بتتعرض للحرجة والتعفن وغيره وغيره، عندنا حاجات كثيرة والثوم و والسنة مكة زي ما قال الدكتور كده. فهي طبعا يعني ما مش مشكلة إنه ما تحط مبيدات ولا غيره، ولا الناس ما مستمعة، بالعكس يعني ياسر اللي كانت في طقوس عالية عندنا طلبة بيعملوا ماجستير كده دكتور، لكن حتى الآن ما بوصل لهم مبيد معين أو حاجة معينة، ما وصلوا لحاجة، لكن بيستخدموا الحاجة في المجرى بتاع الري، والحركة يعني عن طاقة عالية جدا جدا الحمد لله يعني. إن شاء الله ربنا يصلح الحال ويرزقنا يعني، فربنا يسهل الموضوع إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا للجميع. بس في تنويه بسيط، محمد هذا اسمه أبيات التنمية، عندهم قال ورشة هتكون قادمة بيعدوا ليها، هو أساسا فكرتهم منهم الأوراق العلمية والحاجات دي يعملوها كمشاريع للشباب. أنا بديكم رقمه على الواتساب، الرقم بتاع الواتساب عشان الناس اللي عايزة تشارك معاهم في الورشة وكده، وقال لي هذا المكان خلاص على الرقم، هو رقم الواتساب في السودان 0123 37 828 0123 37 828، رقم الاتصال 00 38 68 2. وقال لكل من عايز يشارك بورقة أو عايز يشارك بفكرة ممكن يتواصل معاه في الأرقام دي. وبنشكر الجميع على الحضور، وفي ختام لفعالياتنا بتاعة الأوراق العلمية بنشكر كل من جاء من السودان ومن كل الولايات وجاء شاركنا في إكسبو 2023 الدوحة. نشكر كل البروفات، نقدر زمانكم، نقدر جهودكم، نقدر تجربتكم. بنشكر كل أهلنا المزارعين والمنتجين وكل الناس، بنشكركم على حضوركم، لكم جزيل الشكر. ممكن صورة جماعية؟ شكرا جزيلا. لك شغل الحكاية.